أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. لا يمكن الإطلالة على المشهد العربي إلا بمنظار الثورة، ثورة تطالب بالإصلاح، وثورة تطالب بالتغيير، وثورة تطالب بإسقاط النظام، وفوق هذا كله ثورة محمومة في الإعلام بعد سنين طويلة ظن فيها الكثيرون أن زمن الثورات قد ولى وأن مصطلح الثورة غريب عن الشعوب العربية. ثورة الفيسبوك كما سماها البعض باغتت أكثر من نظام عربي، وهي ثورة مختلفة بكل المعايير، فلا حاجة لأحزاب وكوادر، ولا حاجة لقيادات وبيانات، لا بل لا حاجة لجرائد وتلفزيونات. كل ما في الأمر إطلاق دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي تفعل فعلها فعل النار في الهشير. صحيح أنه عالم افتراضي، لكن الصحيح أيضاً أنه وفي كثير من الأماكن تحول إلى وقائع سبقت كل وسائل الإعلام الأخرى التي ما زالت تلهث للحاق بركب الثورة، وهي مفارقة وضعت الإعلام العربي التقليدي أمام سؤال مصيري، لا بل أمام صراع بقاء في ظل سهولة وانتشار وزخم شبكات التواصل الاجتماعي. سنحاول في هذه الندوة التي تأتيكم على هامش منتدى الإعلام العربي في دورته العاشرة في دبي مناقشة العلاقة الجدلية بين التغيير السياسي والتغيير الإعلامي في العالم العربي. يسعدني أن يكون معي السيدة أوكتافيا نصر، إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس تحرير في قناة العربية، والدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والسيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. سيدة أوكتافيا، لأبدأ معك هيك سؤال تحمية مثل ما بيقولوا أول شيء، هل توافقين على مصطلح المواجهة، المعركة، الموقعة بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني المتمثل بشبكات التواصل؟ بوافق عليه من سنة، اليوم لا. ليش؟ اليوم في شراكة، بعتقد الشراكة صارت واضحة، وأهمية الإعلام الجديد ما بقى حدا يقدر ينكرها. من سنة كان في مواجهة، كان في عدم فهم خاصة من قبل الإعلام التقليدي، كان عنده جهل كامل لقوة وقدرة الإعلام الجديد. بعتقد الشباب في المنطقة العربية برهنوا دور الإعلام الجديد بمساندة الإعلام التقليدي. أنا مني من النوع اللي بيأمن بواحد بدون الثاني، بعتقد أنه زواج بين التقليدي والجديد مهم جدا، وإن شاء الله أنه نتعلم من هالتجارب اللي مرقنا فيها بالكم شهر اللي مضوا، ليكون عنا رؤية جديدة للإعلام المستقبلي خصوصا في المنطقة العربية اللي طيب. هو بيجمع بين الاثنين. طيب هلأ بعد شوية بنسأل إذا هذا زواج فج أو لا، زواج يدوم. دكتور نبيل، يعني مثل ما بيقولوا أعطيني من الآخر، البعض قال أنه شبكات التواصل والإعلام الإلكتروني سطرت شهادة وفاة في الإعلام التقليدي، هل هذا مبالغ فيه تماما أو لا؟ في نوع من المصداقية في هذا الكلام؟ مبالغ فيه بالتأكيد بتقديري الشخصي. الإعلام التقليدي ما زال يحظى بمشاهدة متوسط 5 إلى 6 ساعات من المشاهدة التلفزيونية في المنطقة العربية، بينما الإقبال على الإعلام الجديد والشبكات التواصل الاجتماعي ما زالت أقل. تأثير التواصل الاجتماعي يعطي انطباع أقوى لدى المشارك به لأنه في أرقام محددة، بينما الإعلام التقليدي لا يحظى بأرقام محددة. لا نستطيع أن نقول هذه الندوة ستبث وسيشاهدها 20 مليون أو 5 مليون، كلها تبقى تقديرات. ولكن عندما نقول أن هناك 0.5 مليون أو مليون يتابعون على تويتر أو يتابعون على الفيسبوك، ففي رقم محدد وملموس، وهذا يعطي تأثير معنوي أكبر أمام المتلقي. طيب دكتور، بتوافق على مصطلح الزواج والشراكة اللي قالت عنه أوكتافيا؟ هذا الذي يجري حاليا، هناك انتباه من قبل الكثير من وسائل الإعلام التقليدية لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تجد بأن القنوات الإخبارية قفزت إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليكون هناك أيضا لها منصة، وبالتالي تبث هناك أخبارها وتروج لبرامجها. وهناك إقبال شديد وسريع على
وسائط التواصل الاجتماعي التي تعكس أو تشكل منصة للإعلام التقليدي. القناة الفلانية، قناة العربية لديها فيسبوك، لديها يوتيوب، لديها تويتر، وكذلك القنوات الأخرى ولكن للمثال، وتجد أن هناك إقبالا شديدا لأنه الاسم أصبح معروفا، وبالتالي من يعتبر بأن هناك أهمية أو مصداقية لهذه القناة ولمتابعتها إما يجد الشاشة أو يجد وسائط التواصل الاجتماعي. طيب. هذا المقصود بالتزاوج. طيب. صحيح أنه كان للشبكات التواصل الاجتماعي دور أساسي في تسخيم التغيير والإصلاح والثورات والانتفاضات، سميها ما شئت، في العالم العربي، لكن صحيح أيضا أنه يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما قدرت تفوت على أي، ما كانت تقدر تفوت على أي بيت ويصير عندها هذه الكمية من المشاهدة لو ما وسائل الإعلام التقليدية واكبت وحملت رسالة شبكات التواصل وأدخلتها على كل بيت. هل بتوافق على هذا الشيء؟ بالتأكيد. يعني ما خبرتنا أو خبرة المراقبين فيما يتعلق بالذات بالثورات العربية وبتجربة مصر مثلا وتونس وبعدين سوريا، أنه شبكات التواصل الاجتماعي أعطتنا أكسس، خلتنا نوصل لمطارح ما كان ممكن نوصلها. فما كان في المؤسسات الإعلامية ما كان فيها توصل لمطارح، فساعدتنا كتير أنه نوصل وتوصلنا صور وتوصلنا فيديوهات وتوصلنا نصوص هي كانت أصلا مش ممكن توصلنا من غير شبكات التواصل الاجتماعي. لكن بالرغم من ذلك هاي النصوص ما وصلتش للقاعدة الشعبية اللي هي الوصول إلها كان ضروري جدا واستراتيجي لاستمرار الثورات إلا عن طريق الإعلام التقليدي، يعني إلا عن طريق التلفزيون. والتلفزيون تحديدا دوره في هذا الإطار كان تم التقليل منه بشكل كبير، مع أنه دوره كان استراتيجي ورئيسي بغض النظر عما يقال عن الانتقادات التي تقال عن اختلاف التغطية باختلاف القطر أو وما إلى ذلك، إلا أنه التلفزيون أخذ دور أساسي ومحوري في إيصال الرسائل للجمهور العريض. طيب. على سبيل المثال بس أنه لو نأخذ بعين الاعتبار الأمية، نسب الأمية في الدول العربية ونسب الإنترنت اللي هي البنتريشن تاع الإنترنت الوصولية مش أكثر من 17% بأحسن الأحوال، دول أحسن من دول. طيب، انطلاقا مما قالته الدكتورة عبير سيد جنان، هل ثمت تضخيم لدور شبكات التواصل، تضخيم في يعني إذا كان في جزء كبير من العالم العربي والشعوب العربية ما عنده أكسس على الإنترنت ربما أو من مؤهل لتفوت في هذا العالم التواصل عبر الإنترنت الإعلام الإلكتروني، ففي مين عم بيضخم دور شبكات التواصل لغايات معينة؟ أولا شبكات التواصل الإلكتروني هي في مواجهة الإعلام التقليدي، والإعلام التقليدي لدينا نوعان من الإعلام التقليدي، نوع كان وما زال يتمتع بقدر من الحرية والجماهيرية، ونوع آخر حكومي. الحكومي في معظمه الآن في الوطن العربي ما زال في مواجهة مع شبكات الاتصال. أما تضخيم، لا بس ما صار عنده مواقعه كمان، يعني هو عمل مواقع تواصل اجتماعي يعني، لا بغض النظر هو عنده لكنه في مواجهة. يعني لأنه ميزة الإعلام الجديد أنه أول ما بدأ الإعلام الجديد بدأ في مواجهة بين الإنسان ونفسه. الإنسان العربي في عمومه اثنين، شخص للجماهير ولعمله وشخص لنفسه. الآن الإعلام الجديد أتاح له أن يكتب نفسه، أن يعبر عما في نفسه. الآن الإعلام الحكومي في مجمله في مواجهة هذا الإنسان، سواء عبر شبكات التواصل أو عبر وسائل الإعلام التي قلنا أنها تمتع بقدر من الحرية. لكن شبكات التواصل الاجتماعي الذي يضخمها الحقيقة ويدفع الناس أكثر الإقبال عليها هو هذا الإعلام الحكومي الذي أستطيع أن ألقبه أو أصفه بالغبي، الذي جعل الناس يلتفتون أكثر لشبكات التواصل. ولديك نماذج كثيرة الآن، يعني لو أخذنا الآن نموذج سوريا حاليا لا يوجد أي وسيلة إعلامية على الأرض من الإعلام التقليدي، ومع هذا كل القنوات الفضائية التي تنقل عن وسائل عن الفيسبوك وعن تويتر وعن يعني الإيميلز وغيرها. سنفصل بعد قليل في هذه الجزئية. سيد أحمد المسلماني، يعني المسألة لو بدنا نضبط المصطلح، يعني مش أنه مسألة شراكة أو زواج، هي مسألة حاجات متبادلة، يعني mutual needs. أنه الإعلام التقليدي لما ما عم يقدر يوصل إلى بعض الأماكن لأنه في أنظمة هنا وهناك تمنع من الوصول للتغطية،
عم يلجأ مرغما إلى شبكات التواصل. كذلك شبكات التواصل بدها هي منصة لتنطلق، فعم تلجأ إلى الإعلام التقليدي، وهذه هي العلاقة الجدلية لا أكثر ولا أقل. الهي أنا عايز كمان أضيف التفسير، التفسير الطبقي أو الاجتماعي، رغم أني لا أنتمي إلى مدرسة ماركسية في التحليل، إنما النموذج المصري على سبيل المثال الإعلام التقليدي أسفر عن حركة كفاية، وهي حركة أساسية في التغيير الذي حدث في مصر. الإعلام الجديد يمثل الطبقة الوسطى الجديدة، كانت حركة كفاية تمثل الطبقة الوسطى الكلاسيكية بمعاييرها المعروفة. الطبقة الوسطى الجديدة مستخدمي الإنترنت ومستخدمي تويتر الذين تواجدوا في ميدان التحرير أو قبل ذلك على صفحة خالد سعيد. الطبقة الوسطى الجديدة عندها معايير ثقافية وصفات اجتماعية أكثر جرأة وجسارة وأقل خبرة وحنكة في التفاوض مع النظام السياسي. الطبقة الوسطى الكلاسيكية تتفاوض لأنها من خلفية ثقافية وخلفية إيديولوجية وخبرة عريقة قد يصل إلى منطقة المنتصف، ومن ذلك أن معظم المحللين السياسيين الذين ينتمون إلى علم السياسة التقليدي في مصر كانوا يوافقون على بقاء مبارك 6 أشهر. نعم. وكانوا يوافقون للوصول لنقطة وسط مع النظام السابق. أما شباب الذين كانوا موجودين في التحرير الذين يمثلون الطبقة الوسطى الجديدة لم يكونوا بالخبرة ولا النضج الكافي للتفاوض كما كان الجيل الأسبق، وإنما وقف عند كلمة واحدة ارحل. بالتالي النيو ميديا تعبر عن طبقة اجتماعية جديدة من شرائح الطبقة الوسطى، هذه الطبقة أكثر حسما في مواجهة النظام القائم. طيب الجزء الثاني حنحكي عن الثقافة الاجتماعية اللي عملتها شبكات التواصل. بعد جولة التحمي بحب ذكركم أنه كمان فيكم كمان تتواصلوا معنا على موقع تويتر الهاتشتاك العربية AMF. أي مداخلة من الحضور؟ حدا بحب الميكروفون لو سمح. مداخلة أنا أفضل سؤال لأنه بتعرف نفسح مجال لك. تفضل عرفنا عن حالك. تفضل. دكتور حسين علاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين من العراق. أهلا دكتور حسين. أهلا. أنا أتوقع أنه الآن الحديث عن الفيسبوك أو المواقع التفاعلية هو دعم لوجستي للإعلام الموجود الآن، لأنه لو لاحظ اللي حرك الشارع هو الإعلام التقليدي الموجود بالفضائيات، وهنالك كانت فضائيات فاعلة سواء كان العربية أو الجزيرة أو البي بي سي إلى آخره، كنا نتابع في بيوتنا في العراق. لا يا دكتور حسين، معلي اسمح لي، هل دورنا كإعلام هو التحريك والتحريض؟ يعني نحن دورنا نحن نقل المعرفة والتواصل. لا لا، هو نقل لما يحدث، بث عام لما يحدث من ثورات، تحريك للرأي العام تجاه قضايا محددة، لأنه اليوم الإعلام بالعالم العربي لو لاحظ بدأ يتطور نحو تطوير أجندة، وهذه الأجندة هي اللي حركت. لو نشوف إحنا بالبداية من صارت كفاية وتحدث الأخ هنا على حركة كفاية، كان الفوكس قليل كلش على هذا الموضوع، لكن لو لاحظ أنه من بدأ التطور على تويتر على الفيسبوك إلى آخر. لا بس الإعلام يجب أن يكون له أجندة. طبعا لازم أكون أجندة. ولا على أي أساس يبني رأي عام؟ لأنه هو أحد صناعة الرأي العام الموجود الآن بالعالم. طيب العربي، شو سؤالك دكتور حسين؟ السؤال هل أنه يتوقعون سوف تستمر حركة الفيسبوك وتويتر وإلى آخره في السيطرة أو تهميش الإعلام التقليدي؟ طيب مين بدك يجاوب على السؤال؟ أي واحد يعني. طيب دكتور، أول شيء لازم يكون الإعلام له أجندة. الإعلام يعني تفضل كان دكتور. يلا تفضل. مش أنا ولا دكتور؟ لا لا ولا ليديز فيرست. تفضل. الإعلام ليس هناك إعلام ليست لديه أجندة، حتى وإن كانت الأجندة هاي هي إخبار الحقيقة والموضوعية، وإحنا طبعاً نتمنى أنه يكون الإعلام أجندته هي إخبار الحقيقة ونقل القصة ونقل الواقع للجمهور وتوصيل الخبر بشكل حيادي وبشكل موضوعي، لكن للأسف اللي قاعدين بنشوفه أنه الإعلام له أجندات سياسية متعلقة بالأنظمة اللي تملك هذه المؤسسات الإعلامية أو بالأنظمة التي تتحكم في هذه المؤسسات الإعلامية عبر وسطاء، أو بأي قوى موجودة تستطيع تحريك الإعلام بسبب فهمها لآليات التغطية ولآليات الوصول إلى وسائل الإعلام. طيب دكتور نبيل تعليقه. هناك شيء بيسموه في عالم الأكاديمية أجندة سيتينج، يعني لما أنا بغطي موضوع ما إذن بلفت نظر الناس لهذا الموضوع، هذا ما ربما المقصود.
وأنا أتفق مع الدكتور حسين بأنه عندما تختار وسائل إعلام رئيسية في منطقة ما التركيز على موضوع ما، فهذا الموضوع يصبح هو الطاغي على الرأي. هل دورنا كإعلام تحريك، يعني حتى البعض التحريض؟ يعني هذا موضوع دعني أكون واضحا، يعني هذا موضوع جدلي، سيمكن أن تستمر في الجدل حوله، لأنه في مدارس مختلفة لأصحاب النفوذ وللمالكين لوسائل الإعلام وللإعلاميين الذين لديهم وجهات نظر متباينة، وكل يعكس وجهة النظر التي لديه في طريقة إدارته لوسيلة الإعلام. فلا أستطيع أن أقول بأنه الإعلام دوره تحريضي أو يجب أن يكون تحريضي، أنا لست من هذه المدرسة، ولكن أقول بأنه هناك وسائل إعلام ومدارس تتبع هذا الخط، وهناك مدارس إعلام ومؤسسات إعلامية لا تتبع هذا هذا المنهج. السؤال الجوهري الذي قاله إنه إلى أي درجة يمكن أن تستمر وسائط التواصل الاجتماعي الجديدة في أن تكون مصدر وأن تؤثر على ما يجري. أنا تقديري، وهنا نظرتنا كلها يجب أن تكون موجهة إلى تجربة مصر وتونس في الأشهر والسنوات المقبلة، كلما أدى هذا التغيير الاجتماعي والسياسي إلى تغيير في البنية القانونية والاجتماعية المحيطة في وسائل الإعلام، البيئة التي تعمل فيها وسائل الإعلام، كلما أصبحت وسائل الإعلام هذه متطورة وهناك آليات للجمهور لمراقبتها وهناك قوانين وهناك تطوير في القدرات المهنية لدى الإعلاميين في بلد زي مصر، لأنه عندهم الآن معايير حرية يجب أن تكون أكبر، إذا نجح ذلك سيكون هذا بتقديري رويدا على حساب اللجوء إلى وسائط التواصل الاجتماعي للحصول على مصادر المعلومات. هي المشكلة بأنه في لجوء لوسائط التواصل الاجتماعي مبالغ به من قبلنا نحن وسائل الإعلام التقليدية، لأنه هي في حالات كثيرة تصبح المصدر الرئيسي للتواصل مع مصادر المعلومات، وبالتالي ما في طريقة أنا أكون موجود لأكون أنا مصدر الخبر للمشاهد. نعم. فأنا أتكئ على مساعدة المواطنين والنشطاء في بلدان معينة ليمدوني بالأخبار ومصادر المعلومات والفيديو اللي ممكن أستخدمه في ظروف معينة على الشاشة. هنتكلم بعد الفاصل دكتور عن بعض الأخطاء اللي وقعت في كثير من وسائل الإعلام بما فيها قناة العربية. أعزائي المشاهدين، فاصل نتابع بعده هذا النقاش، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. سيدة أوكتافيا، حظر بعض الأنظمة وسائل الإعلام التقليدي من الدخول وتغطية هذا الحدث في هذه المنطقة أو تلك، هل هذا يعطيني أنا الحق كإعلام تقليدي أنه ضخ معلومات وأخبار إلى الجمهور مني متأكد من مصداقيتها؟ يعني أنا حقول لك بكل صراحة، يعني سمعت أكثر من مذيع ومذيعة، يعني عندما بيطلع ضيف يمثل هذا النظام ويقول إنه هذا الخبر أو هذه الصورة هذه مختلقة وهذه مفبركة، عم تضطر المذيعة أو المذيع إنه تقول وتجاوب بما أنكم أنتم مانعيننا مع أننا غير مصدر. فهل هذا يعطيني الحق أنا كإعلامي إنه ألجأ إلى أخبار غير متأكد منها 100% وحطها أمام الجمهور؟ مش بس بيعطيك الحق، يعني ما عندك أي مجال تاني. هيدي كتير مهمة اللي عم بيصير وعم بيصير بالعالم كله، يعني مش بس بالبلاد العربية، وطبعا بلشت في إيران بال 2009 لما الحكومة الإيرانية منعت الإعلام الأجنبي من تغطية الأحداث، وطبعا في إيران ما في إلا الإعلام الرسمي. اللي صار إنه الشعب استعمل كاميرته تليفونه، أخذ صورة أخذ فيديو طلعها على الإنترنت، صارت المؤسسات الإعلامية الأجنبية بريت إيران ما عندها أي طريقة للوصول للخبر إلا باستعمال هالفيديو. هلأ هون بتقع المسؤولية على الإعلاميين، يعني قبل ما أنا حط خبر على الهواء لازم أنا حاول إني أكده،
كيف بتأكد الخبر؟ في طرق مختلفة، في اتصالات. شو الوسائل؟ في يعني في كتير وسائل. أنا من مني لما اشتغلت على إيران مثلاً كان عندي تيم، هالتيم كان شغلته وظيفته مراقبة الأفلام والصور التي تصل عبر الإنترنت. يعني أنت لما بيكون عندك فريق عمل ملازم عم بيحضر كل فيلم، عم بيحضر كل صورة، بيتأكد إنه هالفيلم مش نفسه اللي مرق من أسبوع الماضي، أو فلومي يمكن جاي من بلدان مختلفة وبقول لك هيدي إيران. بدك أخصائيين بموضوع هالبلد المعين، بيعرفوا جغرافيته، بيعرفوا معالمه. في عندك اتصالات، ممكن تتصل بالأشخاص في هالبلد تتأكد سمعتوا في مظاهرة، شو فيك تعطيني معلومات. يعني هيدي وظيفة الصحافي. الصحافي مش بياخد صورة وبطلعها على الهواء وبقول هيدي على هيدي مؤكدة. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة بوظيفتنا، إنه أنا لما أعرض على المشاهد، أنا من المدرسة التي تحترم المشاهد. أنا بحترم المشاهد 100%. يعني أنا بعتبر المشاهد ذكي، مثقف، معلم، متعلم، بيعرف جاي. لما أعطيه المادة وقل له هيدي المادة وصلتني بهالطريقة، ما يقول إنه خلص العربية أو الجزيرة أو هالمؤسسة الإعلامية أكدت الخبر. أنا عم قل له أنا مش أكيد من الخبر، ولكن دكتور، ما عندي غيره لحتى شاركك. دكتور نبير، شو ما هي المقاييس المتبعة في العربية كذلك يعني بشكل عام في الإعلام العربي للتأكد من أن هذه المواد يعني قبل عرضها على الهواء أنه صحيحة؟ لأنه شفنا في بعض الأمور، سواء قناة الجزيرة، قناة العربية، حتى رويترز وقعت في 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 بعض الأمور، حنشوف بعض فيديو بعد قليل. بس شو المقاييس المتبعة؟ يعني شو المقياس بتتبعه العربية للتأكد من صحة الخبر قبل عرضه؟ هناك نوعان من المواد أو الموضوعات اللي قد تكون مثيرة للجدل أو يجب التأكد منها بنفس الآليات التي على غرفة الأخبار أو في جريدة أو في تلفزيون، أنه يتأكد منها. لأنه المشاهد دائما لما بيسمع على لما بشوف خبر في مكان ما بقول قالوا، ولكن لما بشوفه على شاشة التلفزيون بقول قال التلفزيون فلاني. طيب. وهذه صدقية. بالنسبة لشاهد العيان، طبعا بديهي بالنسبة لنا أنه طالما إحنا مش قادرين نوصل لمكان، وبالتالي نبحث عن وسائل بديلة للحصول على المعلومات. ولكن تخيلوا الأمر التالي: يتصل أحدهم ويقول، طبعا وهو موجود في موقع الحدث، قد يكون يصرخ، يبكي، متوتر إلى آخره، وينقل هذا التوتر إليك على الهاتف، وبالتالي اللي بخاطبه على الهاتف بيجي على رئيس تحرير بيقول هيك هيك عم بصير في درعاه، ولا هيك هيك عم بصير في مصراتة. يتأثر عاطفيا الناس. يمكن أن تتأثر وتحطه على الهواء، وبالتالي لا تكون متأكدا أصلا. ممكن يكون فعلا في جريمة، ممكن يكون ما في جريمة، ولكن أنت مهلت واتصلت بآخرين في نفس المنطقة للتأكد أنه في شيء بيشبه الموضوع ولا ما في شيء. طيب. بيشبه الموضوع. خلينا نشوف بعض الأمور اللي وقعت في بعض كبرى وسائل الإعلام. ببلش برويترز، بعدين حنروح على الجزيرة ومن ثم العربية. خلينا نسمع التقرير. هذا رويترز. هذا الحلبة. هذا الحديث انه عم بتصير وين؟ في سوريا. اتمنى تعلق عليها دكتور. اللي بثتها وكالة رويترز في 6 مايو 2011، وتنبهنا لها في اليوم التالي عندما بدأنا نتعامل معها. بس عرضناها. لا لم نعرضها، ولكن تم بثها. وعندما أبلغنا رويترز بأن هذه الصور حسب الأرشيف الذي لدينا هي صور التي سبق وعرضت من أحداث دخول حزب الله إلى بيروت في 7 مايو 2008، وليست هي، وبالتالي هي على الأغلب مش من سوريا. طيب. وإنما هون عم نشوف قناة الجزيرة، دكتور أحداث من العراق، وثبت أن في اليمن. إذا بتعلق عليها كمان. هذه صور كانت موجودة على اليوتيوب من مادة عن التعذيب السجناء العراقيين على يد الأمريكان في العراق في 2004، وضعت على اليوتيوب بال 2007، وتم تسريبها عن طريق أطراف في اليمن إلى قناة الجزيرة على ما يبدو، وبالتالي كان الانطباع بأنه طيب. بالنسبة إلى القناة العربية، وين وقعت؟ بأي قناة العربية أيضا سبق وبثينا هذه الصور في سوريا
التي لا ليس يعني بعد هذه الصور في صور اللي بعد يعرف في سوريا بالشبيحة شامبرس اللي أخذناها من موقع شامبرس وبثينا 10 ثواني منها وتبين بعد ذلك بأنها ليست من سوريا وإنما أحداث من لبنان أيضا. هذه مثال مهم بتقديري لإشكالية اللي بتتعلق في خطورة التعامل مع مصادر الأخبار الموجودة على وسائط التواصل الاجتماعي كما هي، ولكن لأنه هذا ما حصل بسبب إغلاق المواقع أو مواقع الأحداث إغلاقها في وجهنا للتغطية، لجأت وسائل المخابرات في دول معينة لتسريب هذه المواد إلى نشطاء إلى نشطاء إلى وسائل الإعلام التقليدي ليبثوها، وبالتالي لضرب مصداقية وسائل الإعلام، لأنه بعد هذه المادة اللي طلعت على الجزيرة التلفزيون اليمن يشتغل في الجزيرة 24 ساعة، وبعد هذه المادة تبعت العربية اشتغل التلفزيون السوري بقناة العربية وهكذا، وكذلك في رويترز أيضا تعرضت. كان هذا أمر يعني مشغول بعناية لضرب المصداقية. ولكن عودة للسؤال الجوهري، كيف نتأكد من هذه المواد ولا تظهر هذه المواد على وسائل الإعلام التقليدي المواد الخطأ كل يوم، أو كيف موضوع شاهد العيان نتأكد منه؟ إذا أخذت شاهد عيان واحد بما يقوله كما هو دون أن تتأكد من المنطقة التي هو فيها إنه في آخرين يعززون هذه الرواية وإن كان ليس بتفاصيلها، قد تقع في خطأ. يعني اللي عم يطلع مثلا بيطلع شاهد العيان بيقول انه يا خي انا ما بدي اقول اسمي ولا بدي اقول من اي منطقة تحديدا، فبنقول له نحن حرصا على سلامتك بنعرف انه حرصا على سلامتك ما حنقول اسمك وما حنقول من اين تتكلم، ومن ثم بدل ما يوصف المشهد يعني انه بشكل تشوفه انه عم يحكي سياسي انه منظر سياسي او كادر حزبي هو، او انه بيحكيك بشيء ممكن ما بتاكد انه اني ارى مجازر ارى الجثث في الشوارع. طيب يعني لا هذا كلام خطير وهذا كلام حتى لو طلع طبعاً. باي ما بيعمل طبعا، بس هذا التعميم ايضا يخيفني، لانه في وسائل الاعلام او الفضائيات الاخباريه العربيه كل يوم نحن نتحدث عن ليس أقل من 10 شهود عيان من مواقع مختلفة المناطق الساخنة في كل يوم على كل من الشاشات على كل شاشة من الشاشات. إذا قلنا بأنه كل هذول ليس لديهم مصداقية وكل هذول يغرقون بالحديث السياسي أكثر منه عن ما يجري في محيطهم نكون نغالي. الغالبية من هؤلاء يتحدثون عن ما يجري ولكن هم متأثرون بالأحداث، وبالتالي قد يعبر عن عواطفه لأنه بالنهاية ليس هو شخصية سياسية وليس هو صحفي. إن كان ليس صحفي أنا لا أستطيع أن أمنعه أن يعبر عن عواطفه لأنه هو مش مراسل صحفي محظور عليه ذلك. السؤال الأساس هو أنه أنت في 20 أو 100 شاهد عيان يسعى للظهور على الشاشة للتعبير عن نفسه اليوم على قناة من القنوات، هل أسمح لكل منهم أم أختار؟ نحن نختار. إذا كنا نختار على أي أساس؟ نختار على أي أساس عندما نتأكد بأنه إن كان يقول أنه من اللاذقية نسعى إلى التأكد من مصادر أخرى باللاذقية بأنه روايته تشبه المنطق والحقيقة وبالتالي نسمح له بالظهور. أما بالنسبة للفيديو فهذه كانت دروس قاسية على كل الناس. هناك أيضا فريق الذي يتأكد، على سبيل المثال في سوريا يمكن أن يأتي فيديو ويقول إنه هذه الأحداث في حلب أو في اللاذقية، ولكن أصبح لدينا فريق من الزملاء السوريين لقادر إنه يفرق اللهجة، لأنه إذا قلنا إنه هذه المادة وصلتنا من درعا ولكن اللهجة في درعا تختلف عن اللهجة في حلب، تختلف عن اللهجة في اللاذقية، تختلف عن بنياس عن دمشق، وهذا اللي بيعرفه هو شخص الذي يعرف هذه البلاد. فهناك أكثر من شخص يقومون بهذه العملية verification للتأكد من صدقية هذه المواد، وبالتالي إذا قارنت هذه الأخطاء لما هو متوفر على مواقع التواصل الاجتماعي لتجد بأنه هناك أضعاف الأضعاف من هذه، ولكن لا تصل كلها إلى الشاشة لأنه طيب. في هذه العملية مداخلات من مين؟ خلينا نأخذ من هذا الاتجاه. وين الميكروفون؟ تفضل. بدنا جنس لطيف. أنا صحفي مصري اسمي سعيد شلش. السؤال حقيقة بطرحه على المنصة، هل بتشوفوا إن في تراجع لدور الإعلام التقليدي أمام الإعلام الحديث
في ظل افتقاد الإعلام التقليدي من خلال تغطية الاستوديوهات العربية للحيادية تحديدا بخص العربية والجزيرة وفي خلال أكثر من بلد عربي دي نقطة. النقطة الثانية عدم مقدرة هذه القنوات أيضا العربية والجزيرة على مناقشة أي شأن داخلي في البلاد المالكة لهذه القنوات. فهل هناك مصداقية لهذه القناة؟ هل تستطيع مثلا القناة العربية أن تناقش شأن داخلي في المملكة العربية السعودية في حين أنها تخصص ندوة لمناقشة الثورات العربية والإعلام التقليدي وغيره؟ طيب أو هل تستطيع الجزيرة أيضا أن تفعل نفس الشيء بالنسبة لقطر؟ وكثير من هؤلاء الكتاب الذين يحللون ويظهرون كثيرا على الفضائيات ويتناولون بالتحليل هذه الثورات لا يستطيع أحد منهم أن ينتقد رئيس بلدية مثلا. شكرا جزيلا. مين بدك يجاوب السؤال؟ أستاذ أحمد المسلماني. أستاذ أحمد سؤال لك موجه. أستاذ أحمد المسلماني لو سمحت. تفضل. الحقيقة قبل الإجابة على هذا السؤال ويمكن 90% من الإجابة واضحة، إنما عايز أشير للي حضرتك قلته قبل كده. أنا تقديري إن المسافة بين الإعلام والسياسة مسافة متقلبة بتضيق وتتسع، وأقدر أقول لحضرتك أن الإعلام الآن يساوي السياسة والسياسة الآن تساوي الإعلام. النموذج الأمريكي على سبيل المثال أوباما هو ظاهرة إعلامية أصبح لها تطبيق سياسي. الانتخابات الأمريكية ونظام رسم القلب أو البورصة هو تعبير عن أداء في المنصة، هل توجد محجبة؟ هل يوجد شخص ينتمي إلى نظام ما؟ هل يوجد شخص أسود أو شخص أبيض؟ كل هذه أشياء غير موضوعية. أصبح الإعلام تقريبا هو السياسة في العالم العربي. على مدى التاريخ الحديث والمعاصر حتى سنوات قليلة كان الإعلام ضعيفا وكانت السياسة ضعيفة، والمعادلة التي كانت تحكم العلاقة بين الطرفين هي توازن الضعف بين الإعلام وبين السياسة. ثم في مرحلة لاحقة صعد الإعلام على السياسة بحكم القنوات الإخبارية بالأساس وبحكم برامج التوكسو المصرية المعروفة، فأصبح الإعلام أعلى قامة من السياسة وأصبح الإعلاميون يحركون السياسة. المشكلة الآن أو المعضلة الآن أشار إليها الأستاذ سعيد هي العلاقة بين المهنة والرسالة أو الإعلام والسياسة. في المجتمع القوي المتماسك والدولة المتماسكة مثل غرب أوروبا وأمريكا يمكن للإعلام أن يلتزم المهنة وحسب. في المجتمعات غير الناضجة أو التي تواجه تحديات سياسية من المنطقي أن يقوم الإعلام بدور ليس له في الأصل، وهنا يتحول من المهنة إلى الرسالة. وأعتقد أن ذلك مقبولا أن يكون الإعلام لديه أجندة ولديه رسالة وأن يقوم بدور الحزب السياسي. طيب. إذا ما كان المجتمع السياسي ليس بالقوة الكافية لأداء هذا الدور. طيب سيد جنان، والله لك شعبية. سيد جنان يعني كأن المعادلة على هذا الشكل، أنه أنا أحرض أنا أحرك فأنا إعلام متقدم أو تقدمي، أنا لا أحرك ولا أحرض فأنا إعلام تقليدي. هل هذه المعادلة الصائبة؟ قبل ما أجيب بس على السؤال اسمح لي بتعليق على سؤال الأستاذ. الحقيقة حكون أكثر صراحة، الأستاذ المسلماني دبلوماسي، هو يتحدث عن واقع سياسي ولا يتحدث عن واقع إعلامي. مشكلتنا في الوطن العربي أن فينا عدد كبير من الشعاراتيين الذين يخلطون بين السياسة وبين يعني بين واقع الأنظمة السياسية وبين ما هو مطلوب من الإعلام. النقطة التي أثارها الأستاذ قبل ثورة 25 يناير لم يكن أحد في داخل مصر، وقبل ثورة تونس لم يكن أحد داخل تونس يستطيع أن يتحدث ناهيك عن العربية أو الجزيرة أو غيرها. الإعلام الجديد هو الذي قاد في هذه البلدان، هو الذي قاد الثورة، والثورة هي التي قادت فيما بعد القنوات الفضائية وبقية أدوات الإعلام. لا سيد جنان، الإعلام هو الذي قاد أو لا الشباب الإعلام أو ربما الإعلام الفساد الإعلام الجديد هو الذي فجر الثورات. ثم من فجر هي هم الشباب، هم الشباب. يعني أنا اللي أقصده أنه الشباب عبروا عن أنفسهم بصدق وتجمعوا بصدق في العالم الافتراضي، ثم تجمعوا في ميدان التحرير وفي شارع بورقيبة وفي كل مكان في الوطن العربي، والآن في ساحة التغيير في اليمن وفي شوارع المدن السورية.
فالذي يقصده أن الذي يقود التغيير هي الثورات وليس الإعلام، ليس الإعلام التقليدي. والإعلام التقليدي زي ما قلنا البداية هو نوعين، نوع عنده قدر من الحياد والحرية، وهذا استطاع أنه هل يمكن الفصل بين الإعلام والسياسة في العالم العربي؟ أو لا، لا الإعلام لا هو لا امتداد تمام للسياسة، امتداد الإعلام. أنا أقول الآن أنه الإعلام الجديد هو يدفع الإعلام الحكومي إلى القبر، هو الآن خلاص يعني في طريقه إلى المقبرة، سواء شئنا أم أبينا، سواء في أنظمة شمولية وديكتاتورية أو في أنظمة منفتحة، الإعلام الحكومي إلى زوال. يبقى أن هناك قدر من المساحة وقدر من التطور للإعلام القادر أن يواكب هذا الإعلام. طيب الآخر طيب، بس تفضل. بدي أشوف بس تعليق من الدكتور نبيل على السؤال وعلى اللي قلته، تفضل دكتور. شكرا. إذا كان السؤال إنه أنا بستطيع إني أغطي في قناة العربية أحداث صح. في السعودية بقدر ما أستطيع أن أغطي، ولكن مثل ما تفضل الزملاء لا أعتقد بأنه كل إعلام يستطيع أن يتحدث بما يريد دون أي اعتبارات لأي شيء على الإطلاق. في النهاية كل وسيلة إعلام في نهاية الشهر في ناس بدهم يأخذوا رواتب، واللي بدهم يأخذوا رواتب أنا منهم، واللي بدهم يأخذوا رواتب مطلوبة يا دكتور. عفواً، أقول الوضعية مطلوبة صحيح. طبعاً. لا لا، لأنه في انطباع رومانسي، في انطباع رومانسي بأنه كيف يكون الإعلام كذا ولا يتحدث عن كذا. وسائل الإعلام في العالم، في وسائل إعلام خاصة وفي وسائل إعلام حكومية وفي وسائل إعلام عامة أو public مثل ما بيسموها. في وسائل الإعلام الخاصة وكأنه الانطباع بأنه المالك ليس لديه مصالح، المالك لديه مصالح، يستطيع أن يغامر في فترة من الفترات لدرجات متفاوتة حسب قرار هذا المالك، إنه بده يغامر بمئة مليون السنة من الإعلانات أو ما بدهش يغامر بمئة مليون من الإعلانات، هذا جزء من المعايير. بالوقت نفسه هو محشور في الزاوية، إن لم يقرر أن يغامر بمئة مليون من الإعلانات خشية من أصحاب النفوذ في بلد معين إن غطاها بصراحة، فسيغامر بالمشاهدين، لأن المشاهدين سيعزفون عن مشاهدة قنواته، وبدون المشاهدين أصلا لا يستطيع أن يحصل على إعلانات. وبالتالي هناك آلية تلقائية التي تفرض على وسائل الإعلام الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل، وبالتالي السير بمسار معين الذي لا يدمر علاقاتها مع أصحاب النفوذ في فترة معينة إن هم قطاع خاص، ولا يدمر علاقاتها مع المشاهدين ليعزفوا عن مشاهدة هذه القناة. وبالتالي إذا بدك تقول لي بأنه أنت تفترض بأنه العربية تستطيع أن تقول ما تريد، ما تريد حسب مين؟ حسب نبيل الخطيب ولا حسب طالب كنعان ولا حسب عبد الرحمن راشد ولا حسب مين؟ في 18 جنسية عندنا في غرفة الأخبار على سبيل المثال، مثل كل القنوات العربية أو الدولية. نعم. 18 جنسية من 18 بلد عربي، وكل واحد عنده في بلده آراء متباينة، فأنت بدك تأخذ رأي واحد منهم على 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 رأي الآخرين، ولا بده يكون في توافق عام على أنه هذا هو المنهج الذي سنسير فيه. المنهج الآمن الذي نسير فيه هو الاقتراب من المشاهد قدر الإمكان دون أن تدمر نفسك قدر الإمكان. هذا هذا طيب. يعني طيب. جوابي دكتور شكرا لك، في مشاركات كثيرة جدا من بلدان عربية لما أخذته منها مين؟ سيد جنان، خلي الحوار هون دخيلة. في مشاركات كثيرة على تويتر حنخدها بالجزء الثاني من الحلقة. في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أشكر ضيوفي السيدة أوكتافيا نصر إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، والدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والسيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. الجزء الثاني من هذه الحلقة سيبث في ذات الوقت في الأسبوع المقبل، أرجو أن تتابعونا. Thank you.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندما ضربت ثورة الفضائيات العالم العربي جرى وضع مصطلح أكاديمي سمي بالثقافة التلفزيونية، عنوانه الأساس سقوط النخبوي وبروز الشعبي. أما ونحن الآن أمام ثورة إعلامية جديدة ممثلة بشبكات التواصل الاجتماعي، فالسؤال مشروع: عن أي نمط أو نسق ثقافي ستنتجه هذه الشبكات؟ لقد قال كثيرون إن الانتفاضات الشعبية فتحت الطريق أمام الإصلاح السياسي في العالم العربي، فهل ستنتج هذه الانتفاضات أيضاً إصلاحات جذرية في الإعلام العربي؟ أم أننا سنظل نتبنى نظرية المؤامرة من خلال اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي منتوجاً أمريكياً هدفه دك الممانعة العربية وتفتيت الهوية؟ خصوصاً وأن بعضنا ما فتئ يقول إن كل هذه الثورات هي تطبيق عملي لنظرية الفوضى الخلاقة. لماذا نجحت شبكات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكبر شريحة اجتماعية في العالم العربي؟ وهل تم ذلك على حساب الإعلام التقليدي؟ كيف يمكن تطويع الإعلام التقليدي لمزاوجته مع الإعلام بمفهومه الحديث في وقت أطلق نفر من خبراء الإعلام نبوءة مفادها أن جهاز التلفزيون سيكون بعد سنوات معدودة قطعة أثرية للتندر توضع في فناء الدار؟ العربية تستكمل نقاش التغيير السياسي والتغيير الإعلامي في العالم العربي ضمن هذه الندوة التي تأتيكم على هامش منتدى الإعلام العربي بدورته العاشرة في دبي. يسعدني أن أرحب بضيوفي مجدداً: السيدة أوكتافيا نصر، إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتنج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، الدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والسيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق السعودية، وكذلك السيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. سيدة أوكتافيا، لك عتب علينا، بعرف عتبك دائما مأخوذ بعين الاعتبار. هذا الإصلاح أو هذا التغيير أو هذه الثورة في العالم السياسي، هل وكبت ثورة في عالم الإعلام وكيف؟ أنا قبل ما أجاوبك هذا السؤال بدي أقول لك مأخذي عليك، لأنه بعتقد الطريقة اللي عملت فيها هالبانل بأول قسم من البانل هو بالضبط ليش الإعلام التقليدي يسقط اليوم ويربح الإعلام التواصلي. يعني أنت اليوم هيدي بانل بيتي أبي ضربت بالضبط. لا حقيقة يعني هيدا مثل ما في أحلى منه لنقول للمشاهد كيف الإعلام التقليدي مش عم يعرف يتواصل مع المشاهد. يعني هيدي بانل للعربية، تكلمنا على أجندة العربية بكل البانل. زميلي نبيل الخطيب العزيز جدا وصديق تكلم أكثر واحد وكان عم بيقدم أجندة العربية. الشعب على أنت بترد يا دكتور، أنا ما حرد. لا ما لازم يرد، أنا رد كفاية أوريدي. هو بدنا نسمع من الآخرين، بدنا نسمع من الأشخاص الموجودين هون عندهم 1000 سؤال عم بيبعتوا لي إياهم على تويتر وعم بيكتبوا لك إياهم. يعني نحن في مشكلة اليوم فهم الإعلام الجديد. الزميل زفين قيومجيان بعث لي سؤال بيسأل هل هو الإعلام الجديد أو هو الإعلام التواصلي؟ الحقيقة الفرق الأهم بين الإعلام التقليدي والإعلام التواصلي الجديد هو إنه الإعلام التقليدي بحب يعطيك المعلومة منه، يعني أنا هيدي المعلومة أنت خدها لا تفكر ولا تعطي الهم وامشي بطريقك. الإعلام التواصلي هو اللي بياخد وبيعطي، بتسمع وبجاوب، مش بس من مكان واحد إلى المكان الآخر، بالعكس هو أخذ وعطى. فبعتقد هيدا مثال كامل على إنه الإعلام التقليدي اليوم مش عم بيقدر يفهم كيف يتواصل مع المشاهد. بعده خذي واعطي معي هلا. لا لحظه، خليني اكمل لك شغلي. بدي اقول لك شغلي ثانيه. اليوم الاعلام التقليدي بيعتقد انه ليتواصل مع المشاهد لازم يفتح اكاونت تويتر. انت فتحت اكاونت تويتر وعملت هاشتاج ولحديت هلا ما اخذت ولا سؤال من تويتر. قد ايه صرنا نحن عم نتحدث؟ ما يعني بعد ما عندك الاعلام التقليدي بعد ما فهم كيف يتواصل مع المشاهد من خلال الاعلام التواصلي. دكتور كرة في ملعبه،
قبيل الحلقة بدء التسجيل أحد الزملاء نشر على تويتر الخبر بأنه ستبدأ قريبا الحلقة اللي بيشاركوا فيها فلان وفلان وفلان والأستاذ قنان الغامري. فرد أحد المشاركين على تويتر وشتم المحرر والمؤسسة التي يعمل بها لأنه أخطأوا بالغامري بدل الغامدي، فأنا تواصلت معهم واعتذرت. والآن طالب أخطأ في اسم الصحيفة، هي الشرق وليست الشروق. وأنا حاول نبدو ما بشيء. ولكن لنا عذرنا صحيح، أنا متفق مع إنه هذا تقليد جديد، يعني أكاونت تويتر وأكاونت فيسبوك وأكاونت يوتيوب فيها نجاحات باهرة خلال 4 أشهر، ولكن إحنا من 4 أشهر عم نتعلم وطالب لسه مش متعود إنه يوقظ الأسئلة. أصلاً ما عندي أكاونت. بس أنا لحظة طالب. في شغلة تانية أنا بدي أقولها، يعني نحن منتحدث على الإعلام الجديد كأنه صار له 4 أشهر. يا جماعة، ما سمعتوا بالمصريين اللي انحبسوا وانضربوا وسجنوا وخطفوا من 4 سنوات؟ أين كان الإعلام العربي لما المصريين كانوا ما حدا عم بيخلي صوتهم يطلع؟ كان الإعلام الجديد موجود، لإلكم جديد، لإلكم صار له 4 أشهر. هيدا الإعلام الجديد يعني بيرجع سنوات إلى الوراء. خلينا ناخد المملكة العربية السعودية، خلينا ناخد الإمارات. الأسبوع الماضي في ناس اختفوا لأنهم عارضوا، خد سوريا، خد البحرين. يعني لنتحدث بالبلاد العربية ككل، لنتحدث بالإعلام الجديد، لنتحدث بالمدونين وما يعانون. هيدا الإعلام الجديد لم يولد من 4 شهور، لم يولد من 4 شهور. ما بعرف قديه بدي عيدها وبأي كم لغة بدي عيدها لإلكن إنه هيدا الإعلام الجديد موجود صار له كذا سنة ولكن غائب عن أنظاركم وأسماعكم. طيب. خلينا نحكي بالحقيقة مثل ما هي، يعني طيب. ما نضحك على بعض بقى. أحسن ما تحول الجلسة إلى جلسة أوكتافيا، كنا بجلسة العربية. ليش لا؟ يمكن المشاهد يحب أكثر من جلسة طالب. طبعاً ممكن. دكتورة عبير، لما صار في ثورة بالفضائيات جرى الحديث عن الثقافة التلفزيونية، وأنه أحد عناوينها هي بروز الشعبي وسقوط النخبوي، أنه هذا النمط الثقافي اللي طلع. أي نمط ثقافي أو أي نسق ثقافي سينتج عن فورة أو ثورة شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني ربما ما أتمنى أن ينتج كنسق ثقافي عن ما يحصل حالياً أو كأحد المخرجات الثقافية والاجتماعية اللي هي في إلها مقدمات، في عدد من المؤشرات التي تقود إلى الإيمان بأنه هذا ممكن، اللي هو إعادة بناء صورة المواطن العربي لنفسه. أظن هذا كان أحد أهم إنجازات الثورة، أنه بعد ما كان في عندها قصة تحكيها، الآن عبر الصور الإيجابية التي تم تقديمها في الثورات المختلفة، عبر الحراك الاجتماعي والسياسي، عبر الإثبات الشعبين على الأقل في تونس ومصر، وتحية كتير كبيرة للثورات الأخرى. وطبعاً بتمنى طبعاً زي ما الجميع بتمنوا إنه الناس ما تعود تنظلم بالدول العربية، وما تعود تنحبس، وما تعود تنقتل، لأنها بتقول إنه إحنا مش مبسوطين، لأنه بتقول إنه خليني أحكي رأيي، لأنه بتقول إنه الوضع القائم مش مقبول أو ما بناش الرئيس الفلاني. من أهم المخرجات هاي إنه صورة الإنسان العربي، إنه في انكسر حاجز الخوف، هاي من أهم الصور. لسه بعدنا بالصور التلفزيونية، بعدنا بثقافة التلفزيون وبسقوط النخبوي، لكن بعدنا كمان بدنا يعني من المهم كتير إنه نركز على إنه إلى أي حد هاي الصورة، إلى أي حد الجمهور عنده نظرة نقدية لهاي الصورة، سواء في إنتاجها أو في استهلاكها. وعلى تعقيبا على التنوع المصادر الإعلامية والإخبارية، مش ضروري كل المحطات الفضائية، ومش عم بجامل المحطات، لكن مش ضروري كل المحطات الفضائية تقوم بانتقاد كل الأنظمة السياسية العربية. على الأقل في فسحة. طيب. إنه تنتقد نظام وربما ما تنتقدش. طيب. مداخلات. جنس لطيف، جنس لطيف، وين في؟ هونيك، تفضل، لبسي أحمر، تفضل، ما عم ترفع ايدكم منيح، ايه، حأعطيك تصحيح، صحح لي، يلا، تفضلي. روان الضامن، قناة الجزيرة.
يعني مشكلتنا هي ليست أننا كاملون، المشكلة ربما أننا لا ننتقد أنفسنا كإعلاميين، مشكلتنا ليست مع الصورة التي منقولة حاليا على اليوتيوب أو شاهد العيان. مراسلون في حرب لبنان 82 بي بي سي اعترفوا بعد سنوات أن البي بي سي من لندن كانت تكلمهم وهم في قبو الفندق تقول لهم ما يحصل في بيروت وكذا كذا كذا، سنتصل بك بعد 5 دقائق ليقول لك ماذا يحصل وأنت تقول لنا هذه المعلومات. في حرب العراق في 2003 كانت الصحافة كلها صحافة فنادق من أسطح الفنادق. حتى اليوم أصبح مضحكاً أن في ليبيا ما زال هناك في صحافة الفنادق ينقلون لنا ماذا يحدث في الفندق في, 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 في طرابلس ولا نعرف ماذا يحدث. أعتقد أن التحدي لنا كإعلاميين أن نعترف أنه ليس لدينا الجرأة الكافية. ما حدث أننا فوجئنا أن التكنولوجيا، الكاميرات الرخيصة، الهواتف المحمولة، اليوتيوب والإنترنت أصبح الواقع أمامنا ونحن لا نريد أن نراه. نحن لا نريد، مشكلتنا ليست مع الإعلام الجديد، مشكلتنا أننا لا نريد أن نرى الحقيقة. ولكن آجلاً أم عاجلاً إن لم نعترف أننا لا نخاطب قضايانا المحلية بصدق ولا نرى هذه القضايا المحلية بطريقة عربية نقدية، مشكلة الخدمات الصحية في لبنان ليست مشكلة محلية، هي مشكلة عربية لها علاقة بواقعنا. سنفهم لاحقاً ربما آخر جملة ما قاله شاعر العراق المتمرد أحمد مطهر الذي لم يظهر ولا على تلفزيون عربي حتى اليوم، قال سنفهم الصخرة إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. طيب. شكراً. تفضلي الأخت السودانية، تفضلي. عندي أنا اسمي أنس أزرق، عندي إيه تصحيح بسيط لحضرتك ولا يا أنس، بس أنا ما أعطيتك الكلام، كنت عم بعطي السيدة وراء، فإذا في مجال تعطيها وبعدين بعطيك لو سمحت. تفضلي الأخت السودانية، تفضلي. أنا أمل هباني، صحفية وناشطة سياسية من السودان. شو سؤالك؟ تفضلي. لا لدي تعليق في البداية، بس مختصر دخيلك. مختصر نعم، يعني منذ بداية هذا المؤتمر لاحظت أن هنالك يعني خلط أو تسميات أنا أعتقد أنها ليست سليمة من ناحية مهنية وأكاديمية. بسرعة شيء. يعني الحديث عن الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الجديد، ونعتقد أن الحديث عن الاتصال الجماهيري مقابل الاتصال المباشر، يعني وسائل الاتصال الاجتماعي هي وسائل الاتصال المباشر وليست وسائل الاتصال الجماهيري. طيب. هنالك شيء مهم لابد أن نتحدث عنه، نحن لدينا تجربة في السودان يعني محاولة للثورة ومحاولة للتغيير فشلت عبر وسائل الاتصال الحديث يعني. طيب. فالحديث انه هنالك يعني اختلاف بين هذه المجتمعات يعني. ارجوك ما بقى عندي وقت، انس ازرق تفضل. لحظة لو سمحت، في حين انه نحن سنة 86 قامت انتفاضة و64 وكانت الوسيلة المنشورات وكانت الوسيلة الندوات، فالحديث هل يعني هل المشكلة في يعني هل هذا التواصل يعني محل الحزب السياسي أم محل القناة الفضائية؟ يعني فأعتقد أنه هذا التواصل حل محل الحزب السياسي ومحل العمل السياسي أكثر من عمل. طيب. شكراً. أنس أزرق تفضل. عندي تصحيح ما بعرف قديش بيبين الحاجة إلى توخي الدقة والحذر حتى لا تكون الرواتب أهم من الدماء. أنت عم تغمز من قناة الدكتور نبيل، تفضل. إذا سمحت، أنت أثناء تصحيح معلومة حول كليب أزعتموه في العربية عن أحداث سوريا وتبين أنه ليس من أحداث سوريا، قلت أنه أخذتموه من شام بريس، والكليب طبعا هو من شبكة شام، وهناك فرق كبير لمن يعرف سوريا بين شام بريس وشبكة شام. شام بريس موقع موالي جدا وشبكة شام موقع معارض جدا. عفوا إذا سمحت لي، والفرق بين أن تقول أنك أخذته من شام بريس وشبكة شام فرق كبير. حتى تكون الأنظمة تستمر بالفعل هي بحاجة أن تكون صادقة، وحتى القنوات تستمر لازم تكون صادقة. شكرا. طيب شكرا، بأكد لك أنس أنه نحن مستمرون. طيب. سليم بوعسلة، صحفي من قناة العربية. سؤالي هو الفيديوهات اللي شفناها اللي عرضتها رويترز والعربية والجزيرة أكيد تكون ساهمت في فقدان مصداقية هذه القنوات لدى نسبة ما نش عارف كم تكون عند الجمهور، ف
فماذا يجب أن تفعل هذه القنوات ووكالات الأنباء حتى تستعيد مصداقية هذا الجمهور؟ هل يكفي الاعتذار أم ماذا عليها أن تفعل؟ طيب شكراً. غيره؟ السلام عليكم. تعليق بسيط بعد إذن سعادتك ثم السؤال. لا 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 خلينا بالسؤال، دخيلك دخيلك تفضل سؤالك. السؤال يعني إذا كان موضوع الإعلام سواء الحديث أو التقليدي للتأثير في الشعوب وأثرها في الثورات، ألا يوجد يعني مكان مهم جدا في الدول العربية بل والإسلامية تناسيناه ومختطف من قبل الأنظمة، ألا وهو المنبر؟ المنبر للآن ما زال مختطف ويدعو للحكام، إما يعني طول عمرنا نشاهدهم أنهم يدعون للحكام حتى في هذه الثورات. طيب وفي مصر في هذه الأيام دقيقة قلنا سؤال في مصر الآن، في مصر الآن قسمين، قسم يقول ابعدوا المنبر تماما وقسم يقول لا نستغل المنبر، وشاهدنا ذلك في ليبيا وفي اليمن وفي مصر. شكرا وشكرا جزيلا. سيدة أوكتافيا، أنت كنت في إعلام فينا نقول عنه تقليدي، كنت في CNN، عندك مشكلة مع تويتر، بعرف شو صار يعني العالم تعرف. ما عندي مشكلة مع تويتر بالعكس، يعني بحبه كتير. عشان هيك الإعلام. طيب هيدا عدم الفهم كمان مرة، يعني انه ما بفهم الأمور من هذا الإعلام التقليدي إلى إعلام جديد اللي هو شبكات التواصل. هذه النقلة ما هي محاذيرها؟ إلى محاذير، إلى يعني أنا بكون في منطقة CNN ثم بنتقل إلى مواقع التواصل، بعمل موقع تواصل لألي، هذه النقلة إلى محاذير معينة؟ ما في نقلة، يعني هيدا الغلط لما نحن بنفتكر إنه نقلة، ما في نقلة، يعني أنا بتكلم على التزاوج، بتكلم على التناسق بين التقليدي والجديد، يعني الجديد منه إلا وسيلة جديدة للمعلومة، منه أكثر ولا أقل. نحن هلأ يعني بلاي أنا الناس هيك متفاجئين فيها، ولكن إذا تبعتها عبر السنين رح تلاقيها مثل صورة عن حياتنا بالضبط. هيدا مصدر جديد للمعلومات مثل ما قال نبيل قبل شوي، كتير مزبوط. يعني اليوم أنت كمؤسسة إعلامية كالعربية أو الجزيرة أو أي مؤسسة حتى رويترز وأي بي، إذا أنت اليوم ما فيك تغطي العالم كله، ما فيك تكون متواجد بكل قرنة من العالم، ما فيك، مش قادر. إذا اليوم حصل انفجار في تمبكتو وأنا ما عندي أي مراسل ولا عندي كاميرا ولا عندي وصول، بس في شخص عنده تليفون أخذ صورة بتمبكتو لهالانفجار واللي حصل ما بعد الانفجار وعمل له أبلود على الإنترنت، أنت في العربية هون في دبي عندك حصول، عندك وصول لهالمعلومة، فهيدي معلومة مصدر جديد للمعلومات لا أكثر ولا أقل. بدك ترجع تتحقق من المعلومات بنفس الطريقة اللي بتتحقق منها إذا أخذت حتى من رويترز، لو أنت بتحترم رويترز ك يعني سورس للخبر بترجع بتتحقق من الخبر مزبوط ولا لا؟ يعني عم نقول اخذت هيدي الصور من رويترز طبعا. نبيل عم بيقول لك ما استعمل، اتصل على رويترز قال لهم انتبهوا يا جماعه هيدي صور قديمه. فاي مصدر معلومات فيه لازم يكون عندك شك فيه قبل ما انك تصدق وتحطه على الهواء. نفس الطريقه بالاعلام الجديد، الاعلام التواصلي، فما حدا يفكر انه اي مؤسسه اعلاميه رح تترك الطريقة التقليدية بمعالجة الخبر وتروح على الطريقة الجديدة. الطريقة الجديدة بس تواصل، تواصل جديد، معلومات طيب. جديدة، طريقة جديدة للحصول على المعلومات. دكتور نبيل، الإعلام التقليدي مسيطر عليه من رأس المال، دول، أنظمة. طب الإعلام الجديد مين مسيطر عليه؟ من يحرك؟ صاحب كل موقع، وهذا ما يجعل قوي بتقديري أنا، ما يجعل قوي وصاحب نفوذ هو أن كل شخص في العالم قادر بأنه يكون عنده صوت ويوصل صوته، وصل صوته على تويتر أو على اليوتيوب، وفي زملاء كتير اللي بدأنا نشوفهم عامل قناة خاصة فيه على اليوتيوب، بيطلع بيعمل برنامج لأنه قدم للعربية، قدم لأي قناة للإل بي سي ومش عم بيقبلوا أنه يعمل برنامج ترفيهي ولا يعمل برنامج سخرية سياسية. ما بتلاقيش في أي برنامج سخرية سياسية في أي في تلفزيون عربي إلا في لبنان أحيانا. فالشباب عملوا قنوات سخرية سياسية على اليوتيوب وأصبح لديها متابعين بمئات الآلاف، وهو يشعر بأنه هو بطل وهو مالك نفسه وهو مش بحاجة لأي تمويل، لأنه العملية كلياتها هي اللابتوب اللي عنده، الجهاز الحاسوب والكاميرا. وهون واحد من التحديات الإضافية، لأنه يعني صعب انك تنظر للموضوع ابيض او اسود بانه هذه الوسائط هي سلبيه او هذه الوسائط هي ايجابيه. في جاي معها بوتنشال، جاي معها
قوة كامنة لا تقدر بثمن بالنسبة للمناطق اللي ما فيها نقاش سياسي حر أو علني، ما فيها تظاهر علني مسموح به، ما فيها وسائل الإعلام اللي قادرة بأنها تعبر دائما عن كل ما يجول في ذهن المشاهدين أو الجمهور إن كان بالقضايا الاجتماعية أو غيرها، وبالتالي هذا كلياته عم بروح على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في تحديات جديدة مثل ما في مآخذ على وسائل أخرى. طيب. في صفحة على الفيسبوك صار فيها 10,000 تدعي بأنها باسم العربية ونازلة شتم بالنظام السوري والعربية ليس لها علاقة بها، ولكن الحكومة السورية تتهم العربية وتحملها مسؤولية. والفيسبوك ما بقدر يعمل. هذا ما قاله سؤال، كيف يمكن أن نثق بما يصل لنا على الإنترنت في وقت تخترق بعض الأنظمة هذه المواقع لإثبات وجهات نظرها أو تشويه صورة معينة؟ هذا سؤال موجه، ما بعرف إذا بدك وصل على تويتر. دكتورة عبير، بالنسبة للي كان عم يحكي الدكتور نبير حتى على هذه المواقع، طيب الشركات العملاقة الإلكترونية العملاقة ياهو أو جوجل حتى تويتر والفيسبوك واليوتيوب، هذه شركات أمريكية. طيب أنا ما عم بتبنى نظرية المؤامرة، بس هل هذه بعيدة عن أي توجه حكومي أمريكي، عن السياسة الخارجية الأمريكية؟ فينا نقول تماما انه هذه بعيده عن اي توجه او توجيهات سياسيه؟ يعني لا يمكن الفصل بين السياسه والاعلام وبين امتلاك هاي الشركات العملاقه، وصار في كلام كثير، الكل بيعرف كيف صفحات في الفيسبوك تم اغلاقها لاسباب تتعلق بضغوط لوبيات، فهي الشركات مش بس خاضعه للحكومات او ممكن ان الى بشكل من الاشكال تتواءم بسياساتها مع الحكومات، لكن كذلك تتواءم مع اي سلطات او مصادر للسلطه موجوده. هلا من حيث المصداقيه، من المهم جدا انه نعرف انه المصداقيه هي مساله تبنى عبر الوقت، واعتقد من المهم جدا حتى لوسائل الاعلام ان تحاول استراتيجيا ان تبني هذه المصداقيه، وحتى الوكلاء الذين يقفوا خلف وسائل الاعلام، لانه في نهايه الموضوع اذا ازدهر الاعلام في مصر وفي تونس للاخبار المحليه وصار هو المصدر الاساسي للاخبار المحليه، ما بعرف وقتها الجزيره والعربيه شو رح يعملوا. الاستعانة فيجب للإعلام أن يجد له دورا جديدا، لأنه ممكن أن تهيئ الظروف السياسية زي ما ذكر الدكتور نبيل والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تجعل من هؤلاء المستثمرين من هؤلاء الصحفيين قوة نزيهة وبناءة في بناء العملية السياسية في دولة من الدول، وبالتالي لا تعود البان أرب أو اللي هي المحطات الفضائية العربية هي المصدر الوحيد، والناس بالتالي شعبيتها الريتينجز وكل طيب. الأشياء التي تعرف والسيد جنان عم يرفع إيده هلأ، خلي طيب سيد جنان مثل ما بيقولوا رأس المال مش بس جبان كمان بخيل. هلأ بالنسبة إلى رجال الأعمال أو المستثمرين، هل بات الآن يعني حتى مثل ما قال الدكتور نبيل الآن أنه واحد بيفتح محطة على الإنترنت بتكلفة بسيطة بيعمل برامج وبيبثها، بالنسبة لرجال الأعمال الآن والمستثمرين، هل الأفضل الآن أنه يستثمروا في يعني بيفتح واحد موقع تواصل وبيعمل نوع من الشانل على هالموقع، وأما الفضائيات والتلفزيونات بإطار التقليد فانتهى دوره؟ أولا طبعا أريد أن أقول لك أنت يا أخ طالب أنه شعرت ويمكن الأخ علي نفس الشعور أنه لابد أن نفعل مثل ما فعلت الدكتورة أوكتافيا وهي محقة من أجل أن يكون لنا وجود في الحلقة. بالنسبة طبعا ميزة الإعلام التقليدي الإعلام الجديد أنه ألغى الصورة التقليدية المرسل والمستقبل، فأصبح الكل مرسل وأصبح الكل مستقبل، وبالتالي أعزز قيمة الحرية الإنسانية، يعني أصبح الإنسان حر أن يقول رأيه متى شاء ويرسل لمن يشاء ويوزعه كيفما شاء. الآن تأتي الإعلام التقليدي أيا كان حكومي أو ده، هو في النهاية موجه، يعني هو مرسل، وهو طبعا يستقبل مثل ما شرح الدكتور نبيل أنه يستقبل من وسائل الإعلام التقليدي ويحاول أن يصفيها وينقيها من أجل أن يصل إلى رسالة صادقة يوجهها لجمهوره. الآن رجال الأعمال طبعا أنا لا أستطيع أني أنصحهم لأنه هذا يحتاج لشخص خبير في الاستثمار، بس أنت كرئيس تحرير صحيفة مثلا، لا أنه كان الأفضل أنه ما يعني شوف لي شي موقع تواصل. أنا أعتقد أنه ميدان الإعلام الآن هو
بقدر ما هو كما قلنا ميدان يعني الإعلام الجديد ميدان للتعبير عن الحرية الشخصية، عن الحرية الإنسانية، عن التواصل مع العالم، هو أنا أعتقد أنه ميدان استثماري كبير. طيب في 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 جوانب عدة. طيب. الآن أنت على تستطيع أن تشاهد تلفزيون وتسمع إذاعة وتتواصل مع الآخرين عبر تويتر في وقت واحد، يعني ما عندك أي. فأنا أعتقد أنه ميدان استثماري. سيد أحمد مسلماني، هنالك سؤالان على تويتر. أولا، من يقود الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي؟ ربما أجاب إلى حد ما دكتور نبيل. هنالك مبالغة كبيرة في تأثير الإعلام التواصلي على الانتفاضات، فلا نتصور زخم وانتشار الانتفاضات العربية بدون الجزيرة والعربية. هل من تعليق؟ نعم، النقطة الأولى اللي عايز أقولها الحقيقة بما يخص الجزيرة والعربية بالأساس، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المحطات ومحطات أخرى جزء من القوة الناعمة للدولة؟ هل هي وسيلة محايدة للإعلام أم جزء من القوة الناعمة للدولة؟ إذا كانت جزء من القوة الناعمة فيجوز أن تمارس الدور الطبيعي لوزارة الخارجية أو دبلوماسية الدولة، وبالتالي تقف مع وتقف ضد بناء على معايير الدبلوماسية والسياسة الخارجية أكثر مما تقف مع الإعلام. وأنا أعتقد أيضا أن هذا مقبول، أن تكون المحطات والصحف جزء من القوة الناعمة للدولة لكن بمعايير. الأمر الثاني هو اقتصاديات الإعلام. لا توجد قناة إخبارية في العالم كله تكسب أو تربح، ومعظم القنوات الإخبارية الناجحة لا تكسب، وبالتالي ما فيش دراسة جدوى لهذه القنوات، وتفسيرها أنها جزء من أداء رسالة الدولة أو وجهة نظر الدولة أو القوة الناعمة. اخترت مؤخرا عضو في اتحاد. أستاذ أحمد، بس بدي أسأل أوكتافيا، هل توافقين على أن تكون وسائل الإعلام جزء من القوة الناعمة للدولة؟ من القوة الناعمة للدولة. بس لو سمحت كان عندي تكملة حتى لا تبتصر الفكرة ويكون الرد على نصف الفكرة. توافق أو لا؟ عنده تكملة. خلي كمل فكرته برجع بقول لك أنا. طيب تفضل. حضرنا مؤخرا اجتماع في مصر مع رئيس الوزراء عن الاتحاد الإذاعي والتلفزيون، فإحنا عندنا خسائر 13 مليار جنيه، فلأنا قلت وقتها ممكن الخسارة مقابل الرسالة، إذا كنت هتعمل قوة ناعمة مؤثرة في العالم العربي مقابل فشل دراسة الجدوى هذا مقبول، إنما كانت مشكلتنا في النظام السابق هي الخسارة وفقدان الرسالة. ما أثرت هذا أستاذ طالب فيما يخص صعود الشعبي أو على حساب النخبوي؟ أنا لا أعتقد في الثورة المصرية هو صعود للشعبي على حساب النخبوي، بل الذين قادوا ثورة مصر بالأساس هم النخبة، أبناء الطبقة العليا والطبقة الوسطى. والتحليل الشيوعي الكلاسيكي على خروج العشوائيات والفقراء لم يكن صحيحا. أنا قابلت باستمرار عائلة نبيل العربي وعائلة عصام شرف وعائلة 20-30 سفير ووزير ممن كانوا موجودين. كانت هناك قطاعات معروفة، ده نادي الجزيرة، نادي الصيد، ده بيجي على الماريوت بعد كده، ده بيروح انتر كونتيننتال. الطبقة الوسطى والطبقة العليا كانت حاضرة في قيادة الثورة، إنما أتت لاحقا بما سمي في مصر بحزب الكنبة، اللي هم الناس اللي قاعدين في البيوت لا يخرجون. هؤلاء اللي هو الإطار الشعبي جاء لاحقا لإطار النخبة. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها لو سمحت لي هي النقطة الخاصة بالفيسبوك والإعلام. الفيسبوك والإعلام الجديد والتواصلي، أنا أخشى من الإعلام الجديد والفيسبوك، لأن ده بيعطي الحرية وده بيعطي الإعلام زخم كبيرا جدا. إنما هل المشروع الرئيسي هو ثراء الإعلام العربي أم مشروع النهضة العربي؟ يمكن للفيسبوك أن يقود إلى مشروع النهضة وممكن يؤدي إلى انتكاسة النهضة، وبالتالي المشكلة الأساسية إلى أي مدى ستحقق هذا الأمر. بعض المقالات التفاعلية الآن تجد مخلفات رأي موجودة في التعليق على هذه المقالات. إلى أي مدى لمخلفات الرأي هذه أن تقود الكاتب أو تحيده عن الطريق السليم؟ إذا كانت نهاية المعادلة أن نكسب الإعلام ونخسر النهضة، هذه خسارة كبرى. طيب سيدة أوكتافيا، توافق على جزء من القوة الناعمة أو لا باختصار؟ لا، ليك أنا ما بوافق مع أي حدا بيجرب يحدد الأمور. يعني نحن بعدنا عم بقول إنه الإعلام الجديد منه إعلام جديد، يعني ما حصل بالأشهر الماضية اللي مرقوا، صار لنا سنين. أنا شخصياً بتابع الشباب، أنا بحب كلمة النخبة، هاي النخبة كتير مهمة، لأن هاي النخبة ما يعني الإعلام العربي ما بيمثلها اليوم، ما بيتحدث بأمورها بمشاكلها. ومين قاد الثورات؟
مش شخص اسمه أبو عزيزي، لا العربية ولا الجزيرة ولا أي حدا يا جماعة. يعني خلينا نكون واضحين، من قاد الثورات؟ قاد الثورات النخبة، النخبة اللي قالت كفى، ما بقى فينا نتحمل، ما بقى فينا نقبل بالوضع كما هو. بعد سقوط بن علي، ما حدا بيعتبر أنه أبو عزيزي نخبة، هو بائع خضار. لا، هو طالب جامعي طبعا، نخبة، طالب جامعي ما قادر يلاقي شغل، نخبة. هيدي النخبة، شو النخبة؟ مين نخبة لكان؟ طيب. هيدي النخبة العربية، الطلاب اللي بيروحوا بيدرسوا بالجامعات وما بيلاقي شغل، بيروح ببيع خضرة وفواكه، وفوق هذا وكله مش قادر انه يدفع الـ شو بتسميها يعني الحقوق ليجر عربية خضرة. اجت البوليس توقفوا لدفعوا غرامة، ما معه الغرامة يدفعها. هاي النخبة طبعا، هاي النخبة العربية. طيب. مين النخبة؟ انا وانت لكان اللي بنقعد ورا مكاتبنا ومندق على انا غلبان. يلا تفضلي. ابو عزيزي مش نخبة والله بي. مايكروفون. دكتور علي، يلا طيب تفضلي تفضلي. سؤال. مرحبا، أمينة بنت طاح، سكرتيرة تحرير مجلس الضفرة بالإمارات. أنا مع أستاذة أوكتافيا في أنه التويتر والفيسبوك وما شابه ليس مجرد إعلام جديد، وإنما هي مصادر للإعلام. دكتور نبيل الخطيب، شكرا على ما تفضلتم به من كلام ومن مداخلة. سؤالي أيوة، لحظة شوي. بالنسبة لتحري الخبر، لتحري مصداقية في الخبر من صحته أو عدمه، أين يكمن دور التوقيت في مصداقية القناة؟ دور شو؟ التوقيت. مثلاً وصلك إيه؟ أخذت الخبر أو الصورة من تويتر أو من فيسبوك وأنت تتحرى مصداقية هذا الخبر. دور التوقيت، وهذا ما لاحظناه في قنوات مثلاً ميدان تحرير منذ قليل وميدان تحرير. في سؤال تاني. هذا كتير مهم. هل الاعتماد على تويتر والفيسبوك يشكل خطرا ويهدد المستقبل المراسل الصحفي؟ طيب. الاعتماد من الناحية المادية. شكرا. دكتور علي فخرو لو سمحت. تفضل دكتور. أخوي يعني دعنا نعود إلى العنوان الذي وضعته، التغيير السياسي أمام التغيير الإعلامي. التغيير السياسي قام به شباب هذه الأمة وفجروا ثورات ناجحة وفي طريقهم لتفجير ثورات أخرى وسينجحون. وكانت روح هذه الثورات القطيعة التامة مع قضية الاستبداد في الأرض العربية. أنا أعتقد أن المجتمع العربي الذي عاش 15 قرن تحت الاستبداد، هؤلاء الشباب يريدون قطيعة كاملة. الآن نأتي إلى التغيير الإعلامي. ما الذي ستفعلونه أنتم لتسايروا ذلك التغيير الذي فجره الشباب؟ أنتم أمام أمرين. الأمر الأول، ما الذي ستفعلوه من أجل أن لا تكون هناك أي نوع من العلاقة بينكم وبين الاستبداد؟ تمجدوا الظلمة في هذه الأرض العربية. جاي. حركات الجسم إلى آخره. بس آخر نقطة. طبعا. وما الذي ستفعلوه من أجل حماية هذه الثورات؟ هناك ثورات مضادة الآن تقوم بها بعض الأنظمة وبعض الجهات، وبالتالي ما الذي ستفعلوه لحماية الثورات؟ شكرا. سيد جنان، يعني أنت زميل إعلامي، شو فينا نعم. نعمل لك؟ شكرا دكتور علي. الحقيقة أولا أنا أتفق معه في ما قاله الدكتور علي، والأمر الآخر أنا أعتقد أن الإعلام الجديد بس هو عم يطلب منا أنه نحن شو فينا نعمل لن دقيقة. طيب. أنا أعتقد دكتور علي يعني لعله يتفق معي أن وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الجديد أو يعني هي التي الحقيقة تقوم بالدور الأبرز في هذا. وسائل الإعلام التقليدي هي كما أنا شخصيا على الأقل أنظر لها أنها قسمين، الحكومي هو يحارب هذه وسائل التواصل، أما الإعلام الذي يمكن أضرب له بنموذج كالجزيرة والعربية فهو يحاول قدر ما يستطيع أن يواكب هذا وأن ينقل النبض من جهتيه، يعني يحاول أن يتوازن بقدر الإمكان. الأخ علي قبلك كان أشار إلى أنه في خوف من الفيسبوك وتويتر وذا أن يحصل. الحقيقة لا أشارك هذا الخوف، وأنا أشعر أن أي حرية، الحرية علاج أخطاء الحرية هو المزيد
من الحرية، ولا خوف على الشباب العربي، لا من منبر الذي أشار له الأخ قبل كذا، ولا من هذه الحركات سواء كانت حكومية أو متطرفة التي تدخل إلى التواصل الاجتماعي. طيب وتحاول أن تفسد هذا المستقبل الذي يبنيه الشباب العربي بدمائهم وبعقولهم. طيب دكتور نبيل، اللي أختم معك بس إجابة على السؤال الآنسة على قصة التوقيت. جوهر سؤالها حسب ما فهمته أنه أولوية السرعة في بث الخبر على مصداقية ودقة الخبر، وهذا يعتمد على سياسة كل مؤسسة، ولكن أنا بتقديري أن القدسية هي لمصداقية الخبر، لخطورة أن تبثي خبرا ليس دقيقا، وبالتالي الأولوية هي للتدقيق والتمحيص على السرعة أو ما يسمى باللغة الصحفية سكوب. طيب في ختام هذه الندوة أشكر ضيوفي مجددا، السيدة أوكتافيا نصر إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، الدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، السيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق الشرق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بتشوفوا ان في تراجع لدور الاعلام التقليدي امام الاعلام الحديث في ظل افتقاد الاعلام التقليدي من خلال تقطيره للسوالف العربيه للحياديه تحديدا بخص العربيه والجزيره وفي خلال اكثر من بلد عربي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه عدم مقدره هذه القنوات ايضا العربيه والجزيره على مناقشه اي شان داخلي في البلاد المالكه لهذه القنوات، فهل هناك مصداقية لهذه القناة؟ هل تستطيع مثلا القناة العربية أن تناقش شأن داخلي في المملكة العربية السعودية في حين أنها تخصص ندوة لمناقشة الثورات العربية والإعلام التقليدي وغيره؟ طيب أو هل تستطيع الجزيرة أيضا أن تفعل نفس الشيء بالنسبة لقطر وكثير من هؤلاء الكتاب الذين يحللون ويظهرون كثيرا على الفضائيات ويتناولون بالتحليل هذه الثورات لا يستطيع أحد منهم أن ينتقد رئيس بلدية مثلا؟ شكرا جزيلا. مين بدك يجاوب السؤال؟ أستاذ أحمد المسلماني. أستاذ أحمد سؤال لك موجه. أستاذ أحمد المسلماني لو سمحت. تفضل. الحقيقة قبل الإجابة على هذا السؤال ويمكن 90% من الإجابة واضحة، إنما عايز أشير للي حضرتك قلته قبل كده. أنا تقديري إن المسافة بين الإعلام والسياسة مسافة متقلبة بتضيق وتتسع، وأقدر أقول لحضرتك أن الإعلام الآن يساوي السياسة والسياسة الآن تساوي الإعلام. النموذج الأمريكي على سبيل المثال أوباما هو ظاهرة إعلامية أصبح لها تطبيق سياسي. الانتخابات الأمريكية ونظام رسم القلب أو البورصة هو تعبير عن أداء في المنصة، هل توجد محجبة؟ هل يوجد شخص ينتمي إلى نظام ما؟ هل يوجد شخص أسود أو شخص أبيض؟ كل هذه أشياء غير موضوعية، أصبح الإعلام تقريبا هو السياسة. في العالم العربي على مدى التاريخ الحديث والمعاصر حتى سنوات قليلة كان الإعلام ضعيفا وكانت السياسة ضعيفة، والمعادلة التي كانت تحكم العلاقة بين الطرفين هي توازن الضعف بين الإعلام وبين السياسة. ثم في مرحلة لاحقة صعد الإعلام على السياسة بحكم القنوات الإخبارية بالأساس وبحكم برامج التوك شو المصرية المعروفة، فأصبح الإعلام أعلى قامة ومن السياسة، وأصبح الإعلاميون يحركون السياسة. المشكلة الآن أو المعضلة الآن أشار إليها الأستاذ سعيد هي العلاقة بين المهنة والرسالة أو الإعلام والسياسة. في المجتمع القوي المتماسك والدولة المتماسكة مثل غرب أوروبا وأمريكا يمكن للإعلام أن يلتزم المهنة وحسب. في المجتمعات غير الناضجة أو التي تواجه تحديات سياسية من المنطقي أن يقوم الإعلام بدور ليس له في الأصل، وهنا يتحول من المهنة إلى الرسالة. وأعتقد أن ذلك مقبولا أن يكون الإعلام لديه أجندة ولديه رسالة وأن يقوم بدور الحزب السياسي. طيب. إذا ما كان المجتمع السياسي ليس بالقوة الكافية لأداء هذا الدور. طيب سيد جنان، والله لك شعبية. سيد جنان يعني كأن المعادلة على هذا الشكل،
أنه أنا أحرض، أنا أحرك، فأنا إعلام متقدم أو تقدمي. أنا لا أحرك ولا أحرض، فأنا إعلام تقليدي. هل هذه المعادلة الصائبة؟ قبل ما أجيب بس على السؤال، اسمح لي بتعليق على سؤال الأستاذ. الحقيقة حكون أكثر صراحة، الأستاذ المسلماني دبلوماسي، هو يتحدث عن واقع سياسي ولا يتحدث عن واقع إعلامي. مشكلتنا في الوطن العربي أن فينا عدد كبير من الشعاراتيين الذين يخلطون بين السياسة وبين يعني بين واقع الأنظمة السياسية وبين ما هو مطلوب من الإعلام. النقطة التي أثارها الأستاذ، قبل ثورة 25 يناير لم يكن أحد في داخل مصر، وقبل ثورة تونس لم يكن أحد داخل تونس يستطيع أن يتحدث ناهيك عن العربية أو الجزيرة أو غيرها. الإعلام الجديد هو الذي قاد في هذه البلدان، هو الذي قاد الثورة، والثورة هي التي قادت فيما بعد القنوات الفضائية وبقية أدوات الإعلام. لا سيد جنان، الإعلام هو الذي قاد، أو لا الشباب الإعلام، أو ربما الإعلام الفساد. الإعلام الجديد هو الذي فجر الثورات، ثم من فجر هي هم الشباب. هم الشباب، يعني أنا اللي أقصده أنه الشباب عبروا عن أنفسهم بصدق وتجمعوا بصدق في العالم الافتراضي، ثم تجمعوا في ميدان التحرير وفي شارع بورقيبة وفي كل مكان في الوطن العربي، والآن في ساحة التغيير في اليمن وفي شوارع المدن السورية. فالذي أقصده أن الذي يقود التغيير هي الثورات وليس الإعلام، ليس الإعلام التقليدي. والإعلام التقليدي زي ما قلنا البداية هو نوعين، نوع عنده قدر من الحياد والحرية، وهذا استطاع أنه هل يمكن الفصل بين الإعلام والسياسة في العالم العربي؟ أو لا، الإعلام هو امتداد تمام للسياسة، امتداد. الإعلام، أنا أقول الآن أنه الإعلام الجديد، الإعلام الجديد هو يدفع الإعلام الحكومي إلى القبر. هو الآن خلص يعني في طريقه إلى المقبرة، سواء شئنا أم أبينا، سواء في أنظمة شمولية وديكتاتورية أو في أنظمة منفتحة. الإعلام الحكومي إلى زوال. يبقى أن هناك قدر من المساحة وقدر من التطور للإعلام القادر أن يواكب هذا الإعلام. طيب. الآخر. طيب. بس تفضل. بدي أشوف بس تعليق من الدكتور نبيل على السؤال وعلى اللي قلته. تفضل دكتور. شكرا. إذا كان السؤال إنه أنا بستطيع إني أغطي في قناة العربية أحداث في السعودية، بقدر ما أستطيع أن أغطي، ولكن مثل ما تفضلوا الزملاء، لا أعتقد بأنه كل إعلام يستطيع أن يتحدث بما يريد دون أي اعتبارات لأي شيء على الإطلاق. في النهاية كل وسيلة إعلام في نهاية الشهر في ناس بدهم يأخذوا رواتب، واللي بدهم ياخذوا رواتب في أحد. انا منهم. واللي بدهم ياخذوا رواتب مطلوبه يا دكتور. عفوا، اقول وضعيه مطلوبه صحيح. طبعا. لا لانه في انطباع رومانسي بانه كيف يكون الاعلام كذا ولا يتحدث عن كذا. وسائل الاعلام في العالم، في وسائل اعلام خاصه وفي وسائل اعلام حكومية وفي وسائل إعلام عامة أو public مثل ما بيسموها. في وسائل الإعلام الخاصة وكأنه الانطباع بأنه المالك ليس لديه مصالح. المالك لديه مصالح، يستطيع أن يغامر في فترة من الفترات لدرجات متفاوتة حسب قرار هذا المالك، أنه بده يغامر بمئة مليون السنة من الإعلانات أو ما بدهش يغامر بمئة مليون من الإعلانات. هذا جزء من المعايير. بالوقت نفسه هو محشور في الزاوية، إن لم يقرر أن يغامر بمئة مليون من الإعلانات خشية من أصحاب النفوذ في بلد معين إن غطاها بصراحة، فسيغامر بالمشاهدين، لأن المشاهدين سيعزفون عن مشاهدة قنواته، وبدون المشاهدين أصلا لا يستطيع أن يحصل على إعلانات. وبالتالي هناك آلية تلقائية التي تفرض على وسائل الإعلام الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل، وبالتالي السير بمسار معين الذي لا يدمر علاقاتها مع أصحاب النفوذ في فترة معينة إن هم قطاع خاص، ولا يدمر علاقاتها مع المشاهدين ليعزفوا عن مشاهدة هذه القناة. وبالتالي إذا بدك تقول لي بأنه
أنت تفترض بأنه العربية تستطيع أن تقول ما تريد، ما تريد حسب مين؟ حسب نبيل الخطيب ولا حسب طالب كنعان ولا حسب عبد الرحمن راشد ولا حسب مين؟ في 18 جنسية عندنا في غرفة الأخبار على سبيل المثال، مثل كل القنوات العربية أو الدولية. نعم. 18 جنسية من 18 بلد عربي، وكل واحد عنده في بلده آراء متباينة، فأنت بدك تأخذ رأي واحد منهم على 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 رأي الآخرين، ولا بده يكون في توافق عام على إنه هذا هو المنهج الذي سنسير فيه. المنهج الآمن الذي نسير فيه هو الاقتراب من المشاهد قدر الإمكان دون أن تدمر نفسك قدر الإمكان. هذا هذا يعني جوابي. دكتور شكرا لك، في مشاركات كثيرة جدا من بلدان عربية لما أخذتوا منها. مين؟ سيد جنان، خلي الحوار هون دخيلة. في مشاركات كثيرة على تويتر حنأخذها بالجزء الثاني من الحلقة. في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أشكر ضيوفي السيدة أوكتافيا نصر، إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، والدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والسيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. الجزء الثاني من هذه الحلقة سيبث في ذات الوقت في الأسبوع المقبل، أرجو أن تتابعونا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندما ضربت ثورة الفضائيات العالم العربي، جرى وضع مصطلح أكاديمي سمي بالثقافة التلفزيونية، عنوانه الأساس سقوط النخبوي وبروز الشعبي. أما ونحن الآن أمام ثورة إعلامية جديدة ممثلة بشبكات التواصل الاجتماعي، فالسؤال مشروع عن أي نمط أو نسق ثقافي ستنتجه هذه الشبكات. لقد قال كثيرون إن الانتفاضات الشعبية فتحت الطريق أمام الإصلاح السياسي في العالم العربي، فهل ستنتج هذه الانتفاضات أيضا إصلاحات جذرية في الإعلام العربي؟ أم أننا سنظل نتبنى نظرية المؤامرة من خلال اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي منتوجا أمريكيا هدفه دك الممانعة العربية وتفتيت الهوية، خصوصا وأن بعضنا ما فتئ يقول إن كل هذه الثورات هي تطبيق عملي لنظرية الفوضى الخلاقة؟ لماذا نجحت شبكات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكبر شريحة اجتماعية في العالم العربي؟ وهل تم ذلك على حساب الإعلام التقليدي؟ كيف يمكن تطويع الإعلام التقليدي لمزاوجته مع الإعلام بمفهومه الحديث في وقت أطلق نفر من خبراء الإعلام نبوءة مفادها أن جهاز التلفزيون سيكون بعد سنوات معدودة قطعة أثرية للتندر توضع في فناء الدار؟ العربية تستكمل نقاش التغيير السياسي والتغيير الإعلامي في العالم العربي ضمن هذه الندوة التي تأتيكم على هامش منتدى الإعلام العربي بدورته العاشرة في دبي. يسعدني أن أرحب بضيوفي مجددا، السيدة أوكتافيا نصر إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، الدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والسيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق السعودية، وكذلك السيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. سيدة أوكتافيا، لك عتب علينا بعرف، وعتبك دائما مأخوذ بعين الاعتبار. هذا الإصلاح أو هذا التغيير أو هذه الثورة في العالم السياسي، هل وكبت ثورة في عالم الإعلام وكيف؟ أنا قبل ما أجاوبك هذا السؤال بدي أقول لك مأخذي عليك، لأنه بعتقد الطريقة اللي عملت فيها هالبانل بأول قسم من البانل هو بالضبط ليش الإعلام التقليدي يسقط اليوم ويربح الإعلام التواصلي.
يعني انت اليوم هيدي بانل بيتي ابي ضربت بالضبط. لا حقيقه يعني هيدا مثل ما في احلى منه لنقول للمشاهد كيف الاعلام التقليدي مش عم يعرف يتواصل مع المشاهد. يعني هيدي بانل للعربيه تكلمنا على اجنده العربيه بكل البانل. زميلي نبيل الخطيب العزيز جدا وصديق تكلم اكثر واحد وكان عم بيقدم اجنده العربيه. الشعب على أنت بترد يا دكتور. أنا ما لا لا ما لازم يرد أنا رد كفاية أوريدي. هو بدنا نسمع من الآخرين, بدنا نسمع من الأشخاص الموجودين هون عندهم 1000 سؤال عم بيبعتوا لي إياهم على تويتر وعم بيكتبوا لك إياهم. يعني نحن في مشكلة اليوم فهم الإعلام الجديد. الزميل زفين قيومجان بعت لي سؤال بيسأل هل هو الإعلام الجديد أو هو الإعلام التواصلي؟ الحقيقة الفرق الأهم بين الإعلام التقليدي والإعلام التواصلي الجديد هو أنه الإعلام التقليدي بحب يعطيك المعلومة منه, يعني أنا هيدي المعلومة أنت خدها لا تفكر ولا تعطى الهم وامشي بطريقك. الإعلام التواصلي هو اللي بياخد وبيعطي بياخد وبيعطي, بتسمع وبجاوب, مش بس من مكان واحد إلى المكان الآخر, بالعكس هو أخذ وعطى. فبعتقد هيدا مثال كامل على أنه الإعلام التقليدي اليوم مش عم بيقدر يفهم كيف يتواصل مع المشاهد. بعده خذي واعطي معي هلا. لا لحظه خليني اكمل لك شغلي, بدي اقول لك شغلي ثاني. اليوم الاعلام التقليدي بيعتقد انه ليتواصل مع المشاهد لازم يفتح اكاونت تويتر. انت فتحت اكاونت تويتر وعملت هاشتاج ولحديت هلا ما اخذت ولا سؤال من تويتر. قد ايه صرنا نحن عم نتحدث؟ ما يعني بعد ما عندك الاعلام التقليدي بعد ما فهم كيف يتواصل مع المشاهد من خلال الاعلام التواصلي. دكتور كرة في ملعبه قبيل الحلقة بدأ التسجيل أحد الزملاء نشر على تويتر الخبر بأنه ستبدأ قريبا الحلقة اللي بيشاركوا فيها فلان وفلان وفلان والأستاذ قنان الغامري. فرد أحد المشاركين على تويتر وشتم المحرر والمؤسسة التي يعمل بها لأنه أخطأوا بالغامري بدل الغامدي. فأنا تواصلت معهم واعتذرت. والآن طالب أخطأ في اسم الصحيفة, هي الشرق وليست الشروق. وأنا حاول أنبهه ما بفايدة. ولكن لنا عذرنا صحيح. أنا متفق مع إنه هذا تقليد جديد, يعني أكاونت تويتر وأكاونت فيسبوك وأكاونت يوتيوب فيها نجاحات باهرة خلال 4 أشهر, ولكن إحنا من 4 أشهر عم نتعلم وطالب لسه مش متعود إنه يأخذ الأسئلة. أصلاً ما عندي أكاونت. بس أنا لحظة طالب. في شغلة تانية أنا بدي أقولها. يعني نحن منتحدث على الإعلام الجديد كأنه صار له 4 أشهر. يا جماعة ما سمعتوا بالمصريين اللي انحبسوا وانضربوا وسجنوا وخطفوا من 4 سنوات؟ أين كان الإعلام العربي لما المصريين كانوا ما حدا عم بيخلي صوتهم يطلع؟ كان الإعلام الجديد موجود لإلكم, جديد لإلكم صار له 4 أشهر. هيدا الإعلام الجديد يعني بيرجع سنوات إلى الوراء. خلينا ناخد المملكة العربية السعودية, خلينا ناخد الإمارات. الأسبوع الماضي في ناس اختفوا لأنهم عارضوا. خد سوريا, خد البحرين. يعني لنتحدث بالبلاد العربية ككل, لنتحدث بالإعلام الجديد, لنتحدث بالمدونين وما يعانون. هيدا الإعلام الجديد لم يولد من 4 شهور, لم يولد من 4 شهور. ما بعرف قديه بدي عيدة وبأي كم لغة بدي عيدة لإلكم إنه هيدا الإعلام الجديد موجود صار له كذا سنة ولكن غائب عن أنظاركم وأسماعكم. طيب. خلينا نحكي بالحقيقة مثل ما هي, يعني طيب. ما نضحك على بعض بقى. أحسن ما تحول الجلسة إلى جلسة أوكتافيا, كنا بجلسة العربية. ليش لا؟ يمكن المشاهد يحب أكثر من جلسة طالب. طبعاً ممكن. دكتورة عبير, لما صار في ثورة بالفضائيات جرى الحديث عن الثقافة التلفزيونية وأنه أحد عناوينها هي بروز الشعبي وسقوط النخبوي, أنه هذا النمط الثقافي اللي طلع. أي نمط ثقافي أو أي نسق ثقافي سينتج عن فورة أو ثورة شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني ربما ما أتمنى أن ينتج كنسق ثقافي عن ما يحصل حالياً
أو كأحد المخرجات الثقافية والاجتماعية اللي هي في إلها مقدمات في عدد من المؤشرات التي تقود إلى الإيمان بأنه هذا ممكن، اللي هو إعادة بناء صورة المواطن العربي لنفسه. أظن هذا كان أحد أهم إنجازات الثورة، أنه بعد ما كان في عنده قصة تحكيها، الآن عبر الصور الإيجابية التي تم تقديمها في الثورات المختلفة، عبر الحراك الاجتماعي والسياسي، عبر الإثبات الشعبين على الأقل في تونس ومصر، وتحية كتير كبيرة للثورات الأخرى. وطبعا بتمنى طبعا زي ما الجميع بتمنوا انه الناس ما تعود تنظلم بالدول العربية، وما تعود تنحبس، وما تعود تنقتل، لانها بتقول انه احنا مش مبسوطين، لانه بتقول انه خليني احكي رأيي، لانه بتقول انه الوضع القائم مش مقبول او ما بناش الرئيس الفلاني. من أهم المخرجات هاي إنه صورة الإنسان العربي، إنه في انكسر حاجز الخوف، هاي من أهم الصور. لسه بعدنا بالصور التلفزيونية، بعدنا بثقافة التلفزيون وبسقوط النخبوي، لكن بعدنا كمان بدنا يعني من المهم كتير إنه نركز على إنه إلى أي حد هاي الصورة، إلى أي حد الجمهور عنده نظرة نقدية لهاي الصورة، سواء في إنتاجها أو في استهلاكها. وعلى تعقيبا على التنوع المصادر الإعلامية والإخبارية، مش ضروري كل المحطات الفضائية، ومش عم بجامل المحطات، لكن مش ضروري كل المحطات الفضائية تقوم بانتقاد كل الأنظمة السياسية العربية. على الأقل في فسحة إنه تنتقد نظام، وربما ما تنتقدش النظام. مداخلات جنس لطيف، جنس لطيف، وين في هونيك؟ تفضل، لبسي احمر، تفضل، ما عم ترفع ايدكم منيح. ايه حاعطيك تصحيح، صحح لي يلا. تفضلي. روان الضامن، قناه الجزيره. يعني مشكلتنا هي ليست أننا كاملون، المشكلة ربما أننا لا ننتقد أنفسنا كإعلاميين. مشكلتنا ليست مع الصورة التي منقولة حاليا على اليوتيوب أو شاهد العيان. مراسلونا في حرب لبنان 82 بي بي سي اعترفوا بعد سنوات أن البي بي سي من لندن كانت تكلمهم وهم في قبو الفندق، تقول لهم ما يحصل في بيروت وكذا كذا كذا، سنتصل بك بعد 5 دقائق نقول لك ماذا يحصل، وأنت تقول لنا هذه المعلومات. في حرب العراق في 2003 كانت الصحافة كلها صحافة فنادق، من أسطح الفنادق. حتى اليوم أصبح مضحكاً أن في ليبيا ما زال هناك في صحافة الفنادق ينقلون لنا ماذا يحدث في الفندق في, 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 في طرابلس، ولا نعرف ماذا يحدث. أعتقد أن التحدي لنا كإعلاميين أن نعترف أنه ليس لدينا الجرأة الكافية. ما حدث أننا فوجئنا أن التكنولوجيا، الكاميرات الرخيصة، الهواتف المحمولة، اليوتيوب والإنترنت أصبح الواقع أمامنا، ونحن لا نريد أن نراه. نحن لا نريد، مشكلتنا ليست مع الإعلام الجديد، مشكلتنا أننا لا نريد أن نرى الحقيقة. ولكن آجلاً أم عاجلاً، إن لم نعترف أننا لا نخاطب قضايانا المحلية بصدق، ولا نرى هذه القضايا المحلية بطريقة عربية نقدية. مشكلة الخدمات الصحية في لبنان ليست مشكلة محلية، هي مشكلة عربية لها علاقة بواقعنا. سنفهم لاحقاً ربما آخر جملة ما قاله شاعر العراق المتمرد أحمد مطهر، الذي لم يظهر ولا على تلفزيون عربي حتى اليوم. قال: سنفهم الصخرة إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. طيب. شكراً. تفضلي الأخت السودانية، تفضلي. لا عندي، أنا اسمي أنس أزرق، عندي إيه تصحيح بسيط لحضرتك ولا يا سيد. يا أنس، بس أنا ما أعطيتك الكلام، كنت عم بعطي السيدة وراء، فإذا في مجال تعطيها وبعدين بعطيك لو سمحت. تفضلي الأخت السودانية، تفضل. أنا أمل هباني، صحفية وناشطة سياسية من السودان. شو سؤالك؟ تفضلي. لا، لدي تعليق في البداية. بس مختصر دخيلك. مختصر، نعم. يعني منذ بداية هذا المؤتمر لاحظت أن هنالك يعني خلط أو تسميات أنا أعتقد أنها ليست سليمة من ناحية مهنية وأكاديمية. بسرعة شيء. يعني الحديث عن الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الجديد، وأنا أعتقد أن الحديث عن الاتصال الجماهيري مقابل الاتصال المباشر، يعني وسائل الاتصال الاجتماعي هي وسائل الاتصال المباشر وليست وسائل الاتصال الجماهيري. طيب. هنالك شيء مهم لابد أن نتحدث عنه. نحن لدينا تجربة في السودان، يعني محاولة
للثورة ومحاولة للتغيير فشلت عبر وسائل الاتصال الحديث يعني. طيب. في الحديث إنه هنالك يعني اختلاف بين هذه المجتمعات. يعني أرجوك ما بقى عندي وقت. أنس أزرق تفضل. لحظة لو سمحت، في حين إنه نحن سنة 86 قامت انتفاضة و64 وكانت الوسيلة المنشورات وكانت الوسيلة الندوات. في الحديث هل يعني هل المشكلة في يعني هل هذا التواصل يعني محل الحزب السياسي أم محل القناة الفضائية؟ يعني أعتقد أنه هذا التواصل حل محل الحزب السياسي ومحل العمل السياسي أكثر من عمل. طيب. شكرا. أنس أزرق تفضل. عندي تصحيح، ما بعرف قديش بيبين الحاجة إلى توخي الدقة والحذر حتى لا تكون الرواتب أهم من الدماء. أنت عم تغمز من قناة الدكتور نبيل، تفضل. إذا سمحت، أنت أثناء تصحيح معلومة حول كليب أزعتموه في العربية عن أحداث سوريا وتبين أنه ليس من أحداث سوريا، قلت أنه أخذتموه من شام بريس، والكليب طبعا هو من شبكة شام، وهناك فرق كبير لمن يعرف سوريا بين شام بريس وشبكة شام. شام بريس موقع موالي جدا، وشبكة شام موقع معارض. جيد. جدا. جيد. عفوا إذا سمحت لي، والفرق بين أن تقول أنك أخذته من شام بريس وشبكة شام فرق كبير. حتى تكون الأنظمة تستمر بالفعل هي بحاجة أن تكون صادقة، وحتى القنوات تستمر لازم تكون صادقة. شكرا. طيب شكرا. بأكد لك أنس أنه نحن مستمرون. طيب. سليم بوعسلة، صحفي من قناة العربية. سؤالي هو الفيديوهات اللي شفناها اللي عرضتها رويترز والعربية والجزيرة أكيد تكون ساهمت في فقدان مصداقية هذه القنوات لدى نسبة ما نش عارف كم تكون عند الجمهور. فماذا يجب أن تفعل هذه القنوات ووكالات الأنباء حتى تستعيد مصداقية هذا الجمهور؟ هل يكفي الاعتذار أم ماذا عليها أن تفعل؟ طيب شكراً. غيره. السلام عليكم. تعليق بسيط بعد إذن سعادتك ثم السؤال. لا لا لا، خلينا بالسؤال. دخيلك تفضل سؤالك. السؤال يعني إذا كان موضوع الإعلام سواء الحديث أو التقليدي للتأثير في الشعوب وأثرها في الثورات، ألا يوجد يعني مكان مهم جدا في الدول العربية بل والإسلامية تناسيناه ومختطف من قبل الأنظمة، ألا وهو المنبر؟ المنبر للآن ما زال مختطف ويدعو للحكام، إما يعني طيب. طول عمرنا نشاهدهم أنهم يدعون للحكام حتى في هذه الثورات. طيب. وفي مصر في هذه الأيام دقيقة. قلنا سؤال أرجوك. في مصر الآن قسمين، قسم يقول ابعدوا المنبر تماما، وقسم يقول لا نستغل المنبر، وشاهدنا ذلك. طيب. في ليبيا وفي اليمن وفي مصر. شكرا. وشكرا جزيلا. سيدة أوكتافيا، أنت كنت في إعلام فينا نقول عنه تقليدي، كنت في CNN، عندك مشكلة مع تويتر، بعرف شو صار يعني العالم تعرف. ما عندي مشكلة مع تويتر بالعكس، يعني بحبه كتير. عشان هيك الإعلام. طيب. هيدا عدم الفهم كمان مرة، يعني إنه أنت انتقلت من هذا الإعلام التقليدي إلى إعلام جديد اللي هو شبكات التواصل. هذه النقلة ما هي محاذيرها؟ إلى محاذير، إلى يعني أنا بكون في منطقة CNN ثم بنتقل إلى مواقع تواصل، بعمل موقع تواصل لألي، هذه النقلة إلى محاذير معينة؟ ما في نقلة، يعني هيدا الغلط لما نحن بنفتكر إنه نقلة، ما في نقلة، يعني أنا بتكلم على التزاوج، بتكلم على التناسق بين التقليدي والجديد، يعني الجديد منه إلا وسيلة جديدة للمعلومة، منه أكثر ولا أقل. نحن هلأ يعني بلاي أنا الناس هيك متفاجئين فيها، ولكن إذا تبعتها عبر السنين رح تلاقيها مثل صورة عن حياتنا بالضبط. هيدا مصدر جديد للمعلومات مثل ما قال نبيل قبل شوي، كتير مظبوط. يعني اليوم أنت كمؤسسة إعلامية كالعربية أو الجزيرة أو أي مؤسسة حتى رويترز وأي بي، إذا أنت اليوم ما فيك تغطي العالم كله، ما فيك تكون متواجد بكل قرن من العالم، ما فيك، مش قادر. إذا اليوم حصل انفجار في تمبكتو وأنا ما عندي أي مراسل ولا عندي كاميرا ولا عندي وصول، بس في شخص عنده تليفون أخذ صورة بتمبكتو لهالانفجار واللي حصل ما بعد الانفجار وعمل له أبلود على الإنترنت، أنت في العربية هون في دبي عندك حصول، عندك وصول لهالمعلومة. فهيدي معلومة، مصدر جديد للمعلومات لا أكثر ولا أقل. بدك ترجع تتحقق من المعلومات بنفس الطريقة اللي بتتحقق منها إذا أخذت حتى من رويترز، لو أنت بتحترم رويترز ك يعني سورس للخبر،
بترجع بتتحقق من الخبر مزبوط ولا لا؟ يعني عم نقول اخذت هيدي الصور من رويترز طبعا. نبيل عم بيقول لك ما استعملت، اتصل على رويترز قال لهم انتبهوا يا جماعه هيدي صور قديمه. فاي مصدر معلومات فيه لازم يكون عندك شك فيه قبل ما انك تصدق وتحطه على الهواء. نفس الطريقه بالاعلام الجديد، الاعلام التواصلي. فما حدا يفكر انه اي مؤسسه اعلاميه رح تترك الطريقة التقليدية بمعالجة الخبر وتروح على الطريقة الجديدة. الطريقة الجديدة بس تواصل، تواصل جديد، معلومات طيب. جديدة، طريقة جديدة للحصول على المعلومات. دكتور نبيل، الإعلام التقليدي مسيطر عليه من رأس المال، دول، أنظمة. طب الإعلام الجديد مين مسيطر عليه؟ من يحرك؟ صاحب كل موقع. وهذا ما يجعله قوي بتقديري أنا، ما يجعله قوي وصاحب نفوذ هو أن كل شخص في العالم قادر بأنه يكون عنده صوت ويوصل صوته، وصل صوته على تويتر أو على اليوتيوب. وفي زملاء كتير اللي بدأنا نشوفهم عامل قناة خاصة فيه على اليوتيوب، بيطلع بيعمل برنامج لأنه قدم للعربية، قدم لأي قناة للـ LBC ومش عم بيقبلوا أنه يعمل برنامج ترفيهي ولا يعمل برنامج سخرية سياسية. ما بتلاقيش في أي برنامج سخرية سياسية في أي في تلفزيون عربي إلا في لبنان أحيانا. فالشباب عملوا قنوات سخرية سياسية على اليوتيوب، وأصبح لديها متابعين بمئات الآلاف، وهو يشعر بأنه هو بطل وهو مالك نفسه، وهو مش بحاجة لأي تمويل لأنه العملية كلياتها هي اللابتوب اللي عنده، الجهاز الحاسوب والكاميرا. وهون واحد من التحديات الإضافية، لأنه يعني صعب انك تنظر للموضوع ابيض او اسود بانه هذه الوسائط هي سلبيه او هذه الوسائط هي ايجابيه. في جاي معها بوتنشال، جاي معها قوه كامنه لا تقدر بثمن بالنسبه للمناطق اللي ما فيها نقاش سياسي حر او علني، ما فيها تظاهر علني مسموح به، ما فيها وسائل الإعلام اللي قادرة بأنها تعبر دائما عن كل ما يجول في ذهن المشاهدين أو الجمهور إن كان بالقضايا الاجتماعية أو غيرها. وبالتالي هذا كلياته عم بروح على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في تحديات جديدة مثل ما في مآخذ على وسائل أخرى. في صفحة على الفيسبوك صار فيها 10,000 تدعي بأنها باسم العربية ونازلة شتم بالنظام السوري، والعربية ليس لها علاقة بها، ولكن الحكومة السورية تتهم العربية وتحملها مسؤولية. والفيسبوك ما بقدر يعمل. هذا ما قاله سؤال، كيف يمكن أن نثق بما يصل لنا على الإنترنت في وقت تخترق بعض الأنظمة هذه المواقع لإثبات وجهات نظرها أو تشويه صورة معينة؟ هذا سؤال موجه، ما بعرف إذا بدك وصل على تويتر. دكتورة عبير، بالنسبة للي كان عم يحكي الدكتور نبيل حتى على هذه المواقع، طيب الشركات العملاقة الإلكترونية العملاقة ياهو أو جوجل حتى تويتر والفيسبوك واليوتيوب، هذه شركات أمريكية. طيب أنا ما عم بتبنى نظرية المؤامرة، بس هل هذه بعيدة عن أي توجه حكومي أمريكي، عن السياسة الخارجية الأمريكية؟ فينا نقول تماما انه هذه بعيده عن اي توجيهات سياسيه؟ يعني لا يمكن الفصل بين السياسه والاعلام وبين امتلاك هاي الشركات العملاقه. وصار في كلام كثير، الكل بيعرف كيف صفحات في الفيسبوك تم اغلاقها لاسباب تتعلق بضغوط لوبيات. فهي الشركات مش بس خاضعه للحكومات او ممكن ان الى بشكل من الاشكال تتواءم بسياساتها مع الحكومات، لكن كذلك تتواءم مع اي سلطات او مصادر للسلطه موجوده. هلا من حيث المصداقيه، من المهم جدا انه نعرف أن المصداقية هي مسألة تبنى عبر الوقت. وأعتقد من المهم جدا حتى لوسائل الإعلام أن تحاول استراتيجيا أن تبني هذه المصداقية، وحتى الوكلاء الذين يقفوا خلف وسائل الإعلام، لأنه في نهاية الموضوع إذا ازدهر الإعلام في مصر وفي تونس للأخبار المحلية وصار هو المصدر الأساسي للأخبار المحلية، ما بعرف وقتها الجزيرة والعربية شو رح يعمل. الاستعانة فيجب للإعلام أن يجد له دورا جديدا، لأنه ممكن أن تهيئ الظروف السياسية زي ما ذكر الدكتور نبيل والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تجعل من هؤلاء المستثمرين، من هؤلاء الصحفيين طيب. قوة نزيهة وبناءة في بناء العملية طيب. السياسية في دولة من الدول، وبالتالي
لا تعود البان عرب أو اللي هي المحطات الفضائية العربية هي المصدر الوحيد، والناس بالتالي شعبيتها الريتينجز وكل طيب. الأشياء التي تعمل والسيد جنان عم يرفع إيده هلا خلي طيب سيد جنان ما بيقولوا رأس المال مش بس جبان كمان بخيل. هلا بالنسبة إلى رجال الأعمال أو المستثمرين، هل بات الآن يعني حتى مثل ما قال الدكتور نبيل الآن إنه الواحد بيفتح محطة على الإنترنت بتكلفة بسيطة بيعمل برامج وبيبث. بالنسبة لرجال الأعمال الآن والمستثمرين، هل الأفضل الآن إنه يستثمروا في يعني بيفتح واحد موقع تواصل وبيعمل نوع من الشانل على هالموقع، وأما الفضائيات والتلفزيونات بإطار التقليدي فانتهى دوره؟ أولا طبعا أريد أن أقول لك أنت يا أخ طالب أنه شعرت ويمكن لك علي نفس الشعور أنه لابد أن نفعل مثل ما فعلت الدكتورة أوكتافيا وهي محقة من أجل أن يكون لنا وجود في الحلقة. بالنسبة طبعا ميزة الإعلام التقليدي عفوا الإعلام الجديد أنه ألغى الصورة التقليدية المرسل والمستقبل، فأصبح الكل مرسل وأصبح الكل مستقبل، وبالتالي أعزز قيمة الحرية الإنسانية. يعني أصبح الإنسان حر أن يقول رأيه متى شاء ويرسل لمن يشاء ويوزعه كيفما شاء. الآن تأتي الإعلام التقليدي أيا كان حكومي أو ده هو في النهاية موجه، يعني هو مرسل، وهو طبعا يستقبل مثل ما شرح الدكتور نبيل أنه يستقبل من وسائل الإعلام التقليدي ويحاول أن يصفيها وينقيها من أجل أن يصل إلى رسالة صادقة يوجهها لجمهوره. الآن رجال الأعمال طبعا أنا لا أستطيع أني أنصحهم لأنه هذا يحتاج لشخص خبير في الاستثمار، بس أنت كرئيس تحرير صحيفة مثلا لا. لأنه كان الأفضل أنه ما يعني شوف لي شي موقع تواصل. أنا أعتقد أنه ميدان الإعلام الآن هو بقدر ما هو كما قلنا ميدان يعني الإعلام الجديد ميدان للتعبير عن الحرية الشخصية، عن الحرية الإنسانية، عن التواصل مع العالم، هو أنا أعتقد أنه ميدان استثماري كبير طيب. في 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 جوانب عدة طيب. الآن أنت على تستطيع أن تشاهد تلفزيون وتسمع إذاعة وتتواصل مع الآخرين عبر تويتر في وقت واحد، يعني ما عندك أي، فأنا أعتقد أنه ميدان طيب. استثماري سيد أحمد واسع. مسلماني هنالك سؤالان على تويتر، أولا من يخوض الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي؟ ربما أجاب إلى حد ما دكتور نبيل. هنالك مبالغة كبيرة في تأثير الإعلام التواصلي على الانتفاضات، فلا نتصور زخم وانتشار الانتفاضات العربية بدون الجزيرة والعربية، هل من تعليق؟ نعم، النقطة الأولى اللي عايز أقولها الحقيقة بما يخص الجزيرة والعربية بالأساس، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المحطات ومحطات أخرى جزء من القوة الناعمة للدولة؟ هل هي وسيلة محايدة للإعلام أم جزء من القوة الناعمة للدولة؟ إذا كانت جزء من القوة الناعمة فيجوز أن تمارس الدور الطبيعي لوزارة الخارجية أو دبلوماسية الدولة، وبالتالي تقف مع وتقف ضد بناء على معايير الدبلوماسية والسياسة الخارجية أكثر مما تقف مع الإعلام. وأنا أعتقد أيضا أن هذا مقبول، أن تكون المحطات والصحف جزء من القوة الناعمة للدولة لكن بمعايير. الأمر الثاني هو اقتصاديات الإعلام. لا توجد قناة إخبارية في العالم كله تكسب أو تربح، ومعظم القنوات الإخبارية الناجحة لا تكسب، وبالتالي ما فيش دراسة جدوى لهذه القنوات، وتفسيرها أنها جزء من أداء رسالة الدولة أو وجهة نظر الدولة أو القوة الناعمة. اخترت مؤخرا عضو في اتحاد. استاذ احمد بس بدي اسال اوكتافيا، هل توافقين على ان تكون وسائل الاعلام جزء من القوة الناعمة للدولة؟ من القوة الناعمة للدولة. بس لو سمحت كان عندي تكملة حتى لا تبتصر الفكرة ويكون الرد على نصف الفكرة. توافقي او لا؟ عنده تكملة. خليه يكمل فكرته وبرجع بقول لك انا. طيب تفضل. حضرنا مؤخرا اجتماع في مصر مع رئيس الوزراء عن الاتحاد الاذاعي والتلفزيون، فاحنا عندنا خسائر 13 مليار جنيه، فاللي انا قلت وقتها ممكن الخساره مقابل الرساله، اذا كنت هتعمل قوه ناعمه مؤثره في العالم العربي مقابل فشل دراسه الجدوى هذا مقبول، انما كانت مشكلتنا في النظام السابق هي الخساره وفقدان الرساله. ما اثرت لك يا استاذ طالب فيما يخص صعود الشعبي أو على حساب النخبوي، أنا لا أعتقد في الثورة المصرية هو صعود للشعب على حساب النخبوي، بل الذين قادوا ثورة مصر بالأساس هم النخبة أبناء الطبقة العليا والطبقة الوسطى، والتحليل الشيوعي الكلاسيكي
لخروج العشوائيات والفقراء لم يكن صحيحا. أنا قابلت باستمرار عائلة نبيل العربي وعائلة عصام شرف وعائلة 20-30 سفير ووزير ممن كانوا موجودين. كانت هناك قطاعات معروفة، ده نادي الجزيرة، نادي الصيد، ده بيجي على الماريوت بعد كده، ده بيروح انتر كونتيننتال. الطبقة الوسطى والطبقة العليا كانت حاضرة في قيادة الثورة، إنما أتت لاحقا بما سمي في مصر بحزب الكنبة، اللي هم الناس اللي قاعدين في البيوت لا يخرجون. هؤلاء اللي هو الإطار الشعبي جاء لاحقا لإطار النخبة. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها سمحت لي هي النقطة الخاصة بالفيسبوك والإعلام الفيسبوك والإعلام الجديد والتواصلي. أنا أخشى من الإعلام الجديد والفيسبوك، لأن ده بيعطي الحرية وده بيعطي الإعلام زخم كبيرا جدا. إنما هل المشروع الرئيسي هو ثراء الإعلام العربي أم مشروع النهضة العربي؟ يمكن للفيسبوك أن يقود إلى مشروع النهضة وممكن يؤدي إلى انتكاسة النهضة، وبالتالي المشكلة الأساسية إلى أي مدى ستحقق هذا الأمر. بعض المقالات التفاعلية الآن تجد مخلفات رأي موجودة في التعليق على هذه المقالات. إلى أي مدى لمخلفات الرأي هذه أن تقود الكاتب أو تحيده عن الطريق السليم؟ إذا كانت نهاية المعادلة أن نكسب الإعلام ونخسر النهضة، هذه خسارة كبرى. طيب سيدة أوكتافيا، توافق على جزء من القوى الناعمة أو لا باختصار؟ لا، ليك أنا ما بوافق مع أي حدا بيجرب يحدد الأمور. يعني نحن بعدنا عم بقول إنه الإعلام الجديد منه إعلام جديد، يعني ما حصل بالأشهر الماضية اللي مرقوا، صار لنا سنين. أنا شخصيا بتابع الشباب، أنا بحب كلمة النخبة، هاي النخبة كتير مهمة، لأن هاي النخبة ما يعني الإعلام العربي ما بيمثلها اليوم، ما بيتحدث بأمورها بمشاكلها. ومين قاد الثورات؟ مش شخص اسمه أبو عزيزي، لا العربية ولا الجزيرة ولا أي حدا. يا جماعة يعني خلينا نكون واضحين، من قاد الثورات؟ قاد الثورات النخبة، النخبة اللي قالت كفى، ما بقى فينا نتحمل، ما بقى فينا نقبل بالوضع كما هو. بعد سقوط بن علي، ما حدا بيعتبر أنه أبو عزيزي نخبة، هو بائع خضار. لا، هو طالب جامعي طبعا، نخبة طالب جامعي ما قادر يلاقي شغل، نخبة. هيدي النخبة، شو النخبة؟ مين نخبة لكان؟ طيب طيب. هيدي النخبة العربية، الطلاب اللي بيروحوا بيدرسوا بالجامعات وما بيلاقي شغل، بيروح بيبيع خضرة وفواكه وفوق هذا وكله، مش قادر انه يدفع الـ 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 شو بتسميها يعني الحقوق ليجر عربية خضرة. اجت البوليس، اجت البوليس توقفوا لدفعوا غرامة، ما معه الغرامة يدفعها. هاي النخبة طبعا، هاي النخبة العربية. طيب. مين النخبة؟ انا وانت لكان اللي بنقعد ورا مكاتبنا ومندق على انا غلبان. يلا تفضلي. عزيزي مش نخبة والله. مايكروفون. دكتور علي، يلا طيب تفضلي تفضلي. سؤال. مرحبا، أمينة بنت طه، سكرتيرة تحرير مجلس الضفرة بالإمارات. أنا مع أستاذة أوكتافيا في أنه التويتر والفيسبوك وما شابه ليس مجرد إعلام جديد، وإنما هي مصادر للإعلام. دكتور نبيل الخطيب، شكرا على ما تفضلتم به من كلام ومن مداخلة. سؤال الآن سؤال. سؤالي أيوة لحظة شوي. بالنسبة لتحري الخبر، لتحري مصداقية في الخبر من صحته أو عدمه، أين يكمن دور التوقيت في مصداقية القناة؟ مثلاً دور شو؟ توقيت، التوقيت. التوقيت؟ مثلاً وصلك إيه؟ أخذت الخبر أو الصورة من تويتر أو من فيسبوك وأنت تتحرى مصداقية هذا الخبر. دور التوقيت، وهذا ما لاحظناه في قنوات مثلاً ميدان تحرير منذ قليل وميدان في سؤال تاني. هل سؤال الاعتماد، خليه سؤال واحد بدي لا بليز طيب بليز هذا كتير مهم. هل الاعتماد على تويتر والفيسبوك يشكل خطرا ويهدد مستقبل المراسل الصحفي؟ طيب. اعتماد من الناحية المادية. شكرا. شكرا دكتور علي فخرو، لو سمحت. تفضل دكتور. أخوي يعني دعنا نعود إلى العنوان الذي وضعته، التغيير السياسي أمام التغيير الإعلامي. التغيير السياسي قام به شباب هذه الأمة وفجروا ثورات ناجحة وفي طريقهم لتفجير ثورات أخرى وسينجحون. وكانت روح هذه الثورات القطيعة التامة مع قضية الاستبداد في الأرض العربية. أنا أعتقد أن المجتمع العربي الذي عاش 15 قرن تحت الاستبداد
هؤلاء الشباب يريدون قطيعة كاملة. الآن نأتي إلى التغيير الإعلامي، ما الذي ستفعلونه أنتم لتسايروا ذلك التغيير الذي فجره الشباب؟ أنتم أمام أمرين، الأمر الأول ما الذي ستفعلوه من أجل أن لا تكون هناك أي نوع من العلاقة بينكم وبين الاستبداد؟ تمجدوا الظلمة في هذه الأرض العربية، حركات الجسم إلى آخره. بس آخر نقطة، وما الذي ستفعلوه من أجل حماية هذه الثورات؟ هناك ثورات مضادة الآن تقوم بها بعض الأنظمة وبعض الجهات، وبالتالي ما الذي ستفعلوه لحماية الثورة؟ شكراً. سيد جنان، يعني أنت زميل إعلامي، شوفينا نعمل لك. شكراً دكتور علي. الحقيقة أولا أنا أتفق معه في ما قاله الدكتور علي، والأمر الآخر أنا أعتقد أن الإعلام الجديد بس هو عم يطلب منا أنه نحن شوفينا نعمل لن دقيقة. طيب أنا أعتقد دكتور علي يعني لعله يتفق معي أن وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الجديد أو يعني هي التي الحقيقة تقوم بالدور الأبرز في هذا. وسائل الإعلام التقليدي هي كما أنا شخصيا على الأقل أنظر لها أنها قسمين، الحكومي هو يحارب هذه وسائل التواصل، أما الإعلام الذي يمكن أضرب له بنموذج كالجزيرة والعربية فهو يحاول قدر ما يستطيع أن يواكب هذا وأن ينقل النبض من جهتيه، يعني يحاول أن يتوازن بقدر الإمكان. الأخ علي قبلك كان أشار إلى أنه في خوف من الفيسبوك وتويتر وذا أن يحصل، الحقيقة لا أشارك هذا الخوف، وأنا أشعر أن أي حرية، الحرية علاج أخطاء الحرية هو المزيد من الحرية، ولا خوف على الشباب العربي لا من منبر الذي أشار له الأخ قبل كذا ولا من هذه الحركات سواء كانت حكومية أو متطرفة التي تدخل إلى التواصل الاجتماعي. طيب، وتحاول أن تفسد هذا المستقبل الذي يبنيه الشباب العربي بدمائهم وبعقولهم. طيب دكتور نبيل، لأختم معك بس إجابة على السؤال الآنسة على قصة التوقيت. جوهر سؤالها حسب ما فهمته أنه أولوية السرعة في بث الخبر على مصداقية ودقة الخبر، وهذا يعتمد على سياسة كل مؤسسة، ولكن أنا بتقديري أن القدسية هي لمصداقية الخبر، لخطورة أن تبثي خبرا ليس دقيقا، وبالتالي الأولوية هي للتدقيق والتمحيص على السرعة أو ما يسمى باللغة الصحفية سكوب. طيب في ختام هذه الندوة أشكر ضيوفي مجددا، السيدة أوكتافيا نصر إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، الدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، السيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق الشرق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على اليوتيوب، وأصبح لديها متابعين بمئات الآلاف، وهو يشعر بأنه هو بطل وهو مالك نفسه، وهو مش بحاجة لأي تمويل لأنه العملية كلياتها هي اللابتوب اللي عنده، الجهاز الحاسوب والكاميرا. وهون واحد من التحديات الإضافية، لأنه يعني صعب أنك تنظر للموضوع أبيض أو أسود بأنه هذه الوسائط هي سلبية أو هذه الوسائط هي إيجابية. في جاي معها بوتنشال، جاي معها قوة كامنة لا تقدر بثمن بالنسبة للمناطق اللي ما فيها نقاش سياسي حر أو علني، ما فيها تظاهر علني مسموح به، ما فيها وسائل إعلام اللي قادرة بأنها تعبر دائما عن كل ما يجول في ذهن المشاهدين أو الجمهور إن كان بالقضايا الاجتماعية أو غيرها، وبالتالي هذا كلياته عم بروح على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في تحديات جديدة مثل ما في مآخذ على وسائل أخرى. طيب
في صفحة على الفيسبوك صار فيها 10,000 تدعي بأنها باسم العربية ونازلة شتم بالنظام السوري والعربية ليس لها علاقة بها، ولكن الحكومة السورية تتهم العربية وتحملها مسؤولية والفيسبوك ما بقدر يعمل. هذا ما قاله سؤال، كيف يمكن أن نثق بما يصل لنا على الإنترنت في وقت تخترق بعض الأنظمة هذه المواقع لإثبات وجهات نظرها أو تشويه صورة معينة؟ هذا سؤال موجه، ما بعرف إذا بدك وصل على تويتر. دكتورة عبير، بالنسبة للي كان عم يحكي الدكتور نبير حتى على هذه المواقع، طيب الشركات العملاقة الإلكترونية العملاقة ياهو أو جوجل حتى تويتر والفيسبوك واليوتيوب، هذه شركات أمريكية. طيب أنا ما عم بتبنى نظرية المؤامرة، بس هل هذه بعيدة عن أي توجه حكومي أمريكي، عن السياسة الخارجية الأمريكية؟ فينا نقول تماما انه هذه بعيده عن اي توجيهات سياسيه؟ يعني لا يمكن الفصل بين السياسه والاعلام وبين امتلاك هاي الشركات العملاقه، وصار في كلام كثير، الكل بيعرف كيف صفحات في الفيسبوك تم اغلاقها لاسباب تتعلق بضغوط لوبيات، فهي الشركات مش بس خاضعه للحكومات او ممكن ان الى بشكل من الاشكال تتواءم بسياساتها مع الحكومات، لكن كذلك تتواءم مع اي سلطات او مصادر للسلطه موجوده. هلا من حيث المصداقيه، من المهم جدا انه نعرف انه المصداقيه هي مساله تبنى عبر الوقت، واعتقد من المهم جدا حتى لوسائل الاعلام ان تحاول استراتيجيا ان تبني هذه المصداقيه، وحتى الوكلاء الذين يقفوا خلف وسائل الاعلام، لانه في نهايه الموضوع اذا ازدهر الاعلام في مصر وفي تونس للاخبار المحليه وصار هو المصدر الاساسي للاخبار المحليه، ما بعرف وقتها الجزيره والعربيه شو رح يعملوا. الاستعانة، فيجب للإعلام أن يجد له دوراً جديداً، لأنه ممكن أن تهيئ الظروف السياسية زي ما ذكر الدكتور نبيل والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تجعل من هؤلاء المستثمرين، من هؤلاء الصحفيين، طيب، قوة نزيهة وبناءة في بناء العملية، طيب، السياسية في دولة من الدول، وبالتالي لا تعود البان أرب أو اللي هي المحطات الفضائية العربية هي المصدر الوحيد، والناس بالتالي شعبيتها الريتينجز وكل طيب الأشياء التي تعود. والسيد جنان عم يرفع إيده هلأ، خلي طيب سيد جنان، ما بيقولوا رأس المال مش بس جبان كمان بخيل. هلأ بالنسبة إلى رجال الأعمال أو المستثمرين، هل بات الآن يعني حتى مثل ما قال الدكتور نبيل الآن أن الواحد بيفتح محطة على الإنترنت بتكلفة بسيطة بيعمل برامج وبيبث، بالنسبة لرجال الأعمال الآن والمستثمرين، هل الأفضل الآن أنه يستثمروا في، يعني بيفتح واحد موقع تواصل وبيعمل نوع من الشانل على هالموقع، وأما الفضائيات والتلفزيونات بإطار التقليدي فانتهى دوره؟ أولا طبعا أريد أن أقول لك أنت يا أخ طالب أنه شعرت ويمكن لك علي نفس الشعور أنه لابد أن نفعل مثل ما فعلت الدكتورة أوكتافيا وهي محقة من أجل أن يكون لنا وجود في الحلقة. بالنسبة طبعا ميزة الإعلام التقليدي، عفوا الإعلام الجديد، أنه ألغى الصورة التقليدية المرسل والمستقبل، فأصبح الكل مرسل وأصبح الكل مستقبل، وبالتالي أعزز قيمة الحرية الإنسانية، يعني أصبح الإنسان حر أن يقول رأيه متى شاء ويرسل لمن يشاء ويوزع كيفما شاء. الآن تأتي الإعلام التقليدي أيا كان حكومي أو ده، هو في النهاية موجه، يعني هو مرسل، وهو طبعا يستقبل مثل ما شرح الدكتور نبيل أنه يستقبل من وسائل الإعلام التقليدي ويحاول أن يصفيها وينقيها من أجل أن يصل إلى رسالة صادقة يوجهها لجمهوره. الآن رجال الأعمال طبعا أنا لا أستطيع أني أنصحهم لأنه هذا يحتاج لشخص خبير في الاستثمار، بس أنت كرئيس تحرير صحيفة مثلا، لا أنه كان الأفضل أنه ما يعني شوف لي شي موقع تواصل. أنا أعتقد أنه ميدان الإعلام الآن هو بقدر ما هو كما قلنا ميدان، يعني الإعلام الجديد ميدان للتعبير عن الحرية الشخصية، عن الحرية الإنسانية، عن التواصل مع العالم، هو أنا أعتقد أنه ميدان استثماري كبير. طيب في 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 جوانب عدة، طيب، الآن أنت على تستطيع أن تشاهد تلفزيون وتسمع إذاعة وتتواصل مع الآخرين عبر تويتر في وقت واحد، يعني ما عندك أي، فأنا أعتقد أنه ميدان استثماري. سيد أحمد مسلماني، هنالك سؤالان على تويتر. أولا، من يقود الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي؟ ربما أجاب إلى حد ما دكتور نبيل. هنالك مبالغة كبيرة في تأثير الإعلام التواصلي على الانتفاضات،
فلا نتصور زخم وانتشار الانتفاضات العربية بدون الجزيرة والعربية. هل من تعليق؟ نعم، النقطة الأولى اللي عايز أقولها الحقيقة بما يخص الجزيرة والعربية بالأساس، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المحطات ومحطات أخرى جزء من القوة الناعمة للدولة؟ هل هي وسيلة محايدة للإعلام أم جزء من القوة الناعمة للدولة؟ إذا كانت جزء من القوة الناعمة فيجوز أن تمارس الدور الطبيعي لوزارة الخارجية أو دبلوماسية الدولة، وبالتالي تقف مع وتقف ضد بناء على معايير الدبلوماسية والسياسة الخارجية أكثر مما تقف مع الإعلام. وأنا أعتقد أيضا أن هذا مقبول، أن تكون المحطات والصحف جزء من القوة الناعمة للدولة لكن بمعايير. الأمر الثاني هو اقتصاديات الإعلام. لا توجد قناة إخبارية في العالم كله تكسب أو تربح، ومعظم القنوات الإخبارية الناجحة لا تكسب، وبالتالي ما فيش دراسة جدوى لهذه القنوات، وتفسيرها أنها جزء من أداء رسالة الدولة أو وجهة نظر الدولة أو القوة الناعمة. اخترت مؤخرا عضو في الاتحاد. بعد استاذ احمد بس بدي اسال اوكتافيا، هل توافقين على ان تكون وسائل الاعلام جزء من القوه الناعمه للدوله؟ من القوه الناعمه للدوله. بس لو سمحت كان عندي تكمله حتى لا تبتصر الفكره ويكون الرد على نصف الفكره. توافق او لا؟ خلي كمل فكرته برجع بقول لك انا. طيب تفضل. حضرنا مؤخرا اجتماع في مصر مع رئيس الوزراء عن الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. فإحنا عندنا خسائر 13 مليار جنيه، فلنا قلت وقتها ممكن الخسارة مقابل الرسالة، إذا كنت هتعمل قوة ناعمة مؤثرة في العالم العربي مقابل فشل دراسة الجدوى هذا مقبول، إنما كانت مشكلتنا في النظام السابق هي الخسارة وفقدان الرسالة. ما أثرت لك أستاذ طالب فيما يخص صعود الشعبي أو على حساب النخبوي. أنا لا أعتقد في الثورة المصرية هو صعود للشعب على حساب النخبوي، بل الذين قادوا ثورة مصر بالأساس هم النخبة، أبناء الطبقة العليا والطبقة الوسطى. والتحليل الشيوعي الكلاسيكي على خروج العشوائيات والفقراء لم يكن صحيحا. أنا قابلت باستمرار عائلة نبيل العربي وعائلة عصام شرف وعائلة 20-30 سفير ووزير ممن كانوا موجودين. كانت هناك قطاعات معروفة، ده نادي الجزيرة، نادي الصيد، ده بيجي على الماريوت بعد كده، ده بيروح انتركونتيننتال. الطبقة الوسطى والطبقة العليا كانت حاضرة في قيادة الثورة، إنما أتت لاحقا بما سمي في مصر بحزب الكنبة، اللي هم الناس اللي قاعدين في البيوت لا يخرجون. هؤلاء اللي هو الإطار الشعبي جاء لاحقا لإطار النخبة. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها سمحت لي هي النقطة الخاصة بالفيسبوك والإعلام. الفيسبوك والإعلام الجديد والتواصلي، أنا أخشى من الإعلام الجديد والفيسبوك، لأن ده بيعطي الحرية وده بيعطي الإعلام زخم كبيرا جدا. إنما هل المشروع الرئيسي هو ثراء الإعلام العربي أم مشروع النهضة العربي؟ يمكن للفيسبوك أن يقود إلى مشروع النهضة وممكن يؤدي إلى انتكاسة النهضة، وبالتالي المشكلة الأساسية إلى أي مدى ستحقق هذا الأمر. بعض المقالات التفاعلية الآن تجد مخلفات رأي موجودة في التعليق على هذه المقالات. إلى أي مدى لمخلفات الرأي هذه أن تقود الكاتب أو تحيده عن الطريق السليم؟ إذا كانت نهاية المعادلة أن نكسب الإعلام ونخسر النهضة، هذه خسارة كبرى. طيب سيدة أوكتافيا، وافق على جزء من القوة الناعمة أو لا باختصار؟ لا، لك أنا ما بوافق مع أي حدا بجرب يحدد الأمور. يعني نحن بعدنا عم بقول إنه الإعلام الجديد منه إعلام جديد، يعني ما حصل بالأشهر الماضية اللي مرقوا، صار لنا سنين. أنا شخصيا بتابع الشباب، أنا بحب كلمة النخبة، هاي النخبة كتير مهمة، لأن هاي النخبة ما يعني الإعلام العربي ما بيمثلها اليوم، ما بيتحدث بأمورها بمشاكلها. ومين قاد الثورات؟ مش شخص اسمه أبو عزيزي، لا العربية ولا الجزيرة ولا أي حدا. يا جماعة يعني خلينا نكون واضحين، من قاد الثورات؟ قاد الثورات النخبة، النخبة اللي قالت كفى، ما بقى فينا نتحمل، ما بقى فينا نقبل بالوضع كما هو. بعد سقوط بن علي، ما حدا بيعتبر أنه أبو عزيزي نخبة، هو بائع خضار. لا يعني هو طالب جامعي، طبعا نخبة، طالب جامعي ما قادر يلاقي شغل، نخبة. هيدي النخبة، شو النخبة؟ مين نخبة لكان؟ طيب طيب. هيدي النخبة العربية، الطلاب اللي بيروحوا بيدرسوا بالجامعات وما بيلاقي شغل، بيروح ببيع خضرة وفواكه وفوق هذا وكله، مش قادر انه يدفع الـ 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 شو بتسميها يعني الحقوق ليجر عربية خضرة. اجت البوليس، اجت البوليس توقفوا لتدفعوا غرامة، ما معه الغرامة يدفعها. هاي النخبة، طبعا هاي النخبة العربية. طيب. مين النخبة؟ انا وانت لكان؟ لما نقعد ورا مكاتبنا ومندق انا غلبان.
يلا تفضلي. وعزيزي مش نخبة والله بني. مايكروفون. دكتور علي يلا طيب تفضلي تفضلي سؤال. مرحبا أمينة بنت طه سكرتيرة تحرير مجلس الضفرة بالإمارات. أنا مع السادة أوكتافيا في أنه التويتر والفيسبوك وما شابه ليس مجرد إعلام جديد وإنما هي مصادر للإعلام. دكتور نبيل الخطيب شكرا على ما تفضلتم به من كلام ومن مداخلة. سؤال الآن سؤال. سؤالي أيوة لحظة شوي. بالنسبة لتحري الخبر لتحري مصداقية في الخبر من صحته أو عدمه أين يكمن دور التوقيت في مصداقية القناة؟ دور شو؟ توقيت التوقيت. التوقيت مثلا وصلك ايه اخذت الخبر او الصوره من تويتر او من فيسبوك وانت تتحرى مصداقيه هذا الخبر دور التوقيت وهذا طيب. ما لاحظناه في قنوات مثلا ميدان تحرير منذ قليل وميدان في سؤال ثاني هل الاعتماد سؤال واحد بدي لا بليز طيب بليز هذا كثير مهم هل الاعتماد على تويتر والفيسبوك يشكل خطرا ويهدد مستقبل المراسل الصحفي طيب. اعتماد من الناحيه الماديه شكرا دكتور علي فخرو لو سمحت تفضل دكتور أخوي يعني دعنا نعود إلى العنوان الذي وضعته التغيير السياسي أمام التغيير الإعلامي التغيير السياسي قام به شباب هذه الأمة وفجروا ثورات ناجحة وفي طريقهم لتفجير ثورات أخرى وسينجحون وكانت روح هذه الثورات القطيعة التامة مع قضية الاستبداد في الأرض العربية أنا أعتقد أن المجتمع العربي الذي عاش 15 قرن تحت الاستبداد هؤلاء الشباب يريدون قطيعة كاملة الآن نأتي إلى التغيير الإعلامي ما الذي ستفعلونه أنتم لتسايروا ذلك التغيير الذي فجره الشباب أنتم أمام أمرين الأمر الأول ما الذي ستفعلوه من أجل أن لا تكون هناك أي نوع من العلاقة بينكم وبين الاستبداد تمجدوه الظلمة في هذه الأرض العربية جيد. حركات الجسم إلى آخره بس آخر نقطة طبعا. وما الذي ستفعلوه من أجل حماية هذه الثورات هناك ثورات مضادة الآن تقوم بها بعض الأنظمة وبعض الجهات وبالتالي ما الذي ستفعلوه لحماية الثورات شكرا, شكرا. سيد جنان يعني أنت زميل إعلامي شو فينا نعم. نعمل لك شكرا دكتور علي الحقيقة أولا أنا أتفق معه في ما قاله الدكتور علي والأمر الآخر أنا أعتقد أن الإعلام الجديد بس هو عم يطلب منا أنه نحن شو فينا نعمل لن دقيقة طيب أنا أعتقد دكتور علي يعني لعله يتفق معي أن وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الجديد أو يعني هي التي الحقيقة تقوم بالدور الأبرز في هذا وسائل الإعلام التقليدي هي كما أنا شخصيا على الأقل أنظر لها أنها قسمين الحكومي هو يحارب هذه وسائل التواصل أما الإعلام الذي يمكن أضرب له بنموذج كالجزيرة والعربية فهو يحاول قدر ما يستطيع أن يواكب هذا وأن ينقل النبض من جهتيه يعني يحاول أن يتوازن بقدر الإمكان الأخ علي قبلك كان أشار إلى أنه في خوف من الفيسبوك وتويتر وذا أن يحصل الحقيقة لا أشارك هذا الخوف وأنا أشعر أن أي حرية الحرية علاج أخطاء الحرية هو المزيد من الحرية ولا خوف على الشباب العربي لا من منبر الذي أشار له الأخ قبل كذا ولا من هذه الحركات سواء كانت حكومية أو متطرفة التي تدخل إلى التواصل الاجتماعي طيب وتحاول أن تفسد هذا المستقبل الذي يبنيه الشباب العربي بدمائهم وبعقولهم طيب دكتور نبيل اللي أختم معك بس إجابة على السؤال الآنسة على قصة التوقيت جوهر سؤالها حسب ما فهمته أنه أولوية السرعة في بث الخبر على مصداقية ودقة الخبر وهذا يعتمد على سياسة كل مؤسسة ولكن أنا بتقديري أن القدسية هي لمصداقية الخبر لخطورة أن تبثي خبرا ليس دقيقا وبالتالي الأولوية هي للتدقيق والتمحيص على السرعة أو ما يسمى باللغة الصحفية سكوب طيب
في ختام هذه الندوة أشكر ضيوفي مجددا السيدة أوكتافيا نصر إعلامية ومؤسسة شركة بريدجز ميديا كونسلتينج، الدكتور نبيل الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية، الدكتورة عبير النجار أستاذة الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، السيد جنان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشروق الشرق السعودية، والسيد أحمد المسلماني إعلامي مصري. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.